مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. بنأسف للتأخير، هناخد معاكم موضوعات متنوعة قبل اللقاء الأساسي في هذه الحلقة مع الفنان الكوميدي الكبير الأستاذ محمد نجم. هنستعيد معاه أياما كانت جميلة، متعلقة بصناعة البهجة، متعلقة بالكوميديا. هل اللي كان بيضحك زمان ما بيضحكش دلوقتي؟ هل تركيبة الشعب المصري حتى اختلفت؟ هنتكلم معاه كمان في المدارس الكوميدية ومحطات مهمة ما بين المسرح وما بين أيضا القضايا الاجتماعية. مفيش شك انه خلوني قبل ما ابدا موضوعاتنا المتنوعه، القصيده التي كتبها الشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودي عن الفنانه فاتن حمامه، لما يبقى في عناق ابداع وعناق فني ما بين الابنودي وفاتن حمامه، الاثنان غاب عنا لكن المبدع لا يغيب ابدا. فاتن حمامه بالنسبة للأبنودي، كنا في حوار سابق معه تحدث عن قيمتها وقامتها، وتحدث عن إنه إزاي علمها الكلام باللهجة واللكنة الصعيدية لما اتفق على أحد الأفلام، وهو فيلم حتى كان اختصنا بنسخة منه وعرضناه عليكم جميعا. عناق إبداع ما بين الأبنودي وفاتن حمامة. هنا الاختلاف إنه الأبنودي يكتب عن فاتن حمامة القصيدة، جزء منها ألقي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، هنشوفها كاملة معاكو، الأبنودي وفاتن حمامة. فاتن حمامة، اديت للفن قيمته، ساهمت في رفعته، ولا همك العابسين من اللي سبب نكبته. لكل انسان يا فاتن فكرته وسكته، واخترت انت الطريق الصعب وصمدت، ولا في ضجيج الاسواق المغرية بعتي، من البدء راسم الهدف واضح وصممتي، بلغت عالي القمم على الصخور سرتي، لم قلت آه كنت أم الصابرين، أنت بقيت نور كل شاشة وغيرك اتشتته. الفن كان قبل منا وبرضه حيكون بعد، بس المهم اللي أخلص له وعينيه على الغد، والغد هو جه يا فاتن واحنا هو على الوعد، نكتب كلامنا البسيط محبة وتحية يا رمز للفنانين اللي خدوها بجد. كنت اما تبكي بنبكي تأني كنا نئن، ولما تبتسمي كان القلب مفتوح لك، يمكن عشان كنا لسه عيال صغار السن، لكن كبرنا ولسه قلوبنا بتروح لك. وكنت صادقة يا فاتن صدق ما هوش سهل، وقريبة منا كأنك واحنا عيلة وأهل، زي الحمامة تطير فاتن حمامة تقيم، تطلع سلالم علاها فيلم بعد الفيلم، منين تجيب وقت تاكل وقت تخرج وقت بعد السنين ما انطوت ورا مرور الوقت، سنين محدش قدر يقطع عليك الحلم. وازاي قطعت الطريق بكل جدية من يوم سعيد في الطفولة لآخر الأحلام، بمثلك انتي تظل القمة مصرية في الفن دايما ومهما طالت الأعوام. يا فاتنة الفن، يا مصرية الطابع، انت القمر عالي نور فننا السابع، رحلة مجيدة وأمجادك بتتابع، وانتي تاريخك يشرف 1000%. فاتن حمامة
كفاية الاسم في الأفلام. قصيدة الأبنودي عن فاتن حمامة، عناق إبداع، كانت يعني جزءا من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، خدوا جزء منها بسيط أزعناها عليكم كاملة. طيب تعالوا نشوف افتتاح المهرجان، يعني يجب الاحتفاء بالمهرجانات الفنية في هذا التوقيت بالذات اللي فيه مصر بتواجه بمحاولة للضغط عليها اقتصاديا ومحاولة إظهارها بأنها يعني عاجزة أمنيا ومحاولة التضييق عليها. لا، لما نحتفل ونحتفي بالفن في ظل وجود كوكبة حتى من الفنانين العالميين، أعتقد أنه ده بمثابة رسالة إلى أنه مصر ستظل آمنة. في دورته 37 انطلق اليوم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم ووزير السياحة هشام زعزوع ورئيس المهرجان مجدة واصف. بدأ الحفل بالفقرة التذكارية الخاصة بإحياء ذكرى سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والتي يتخللها توجيه التحية للراحلين النجم العالمي عمر الشريف والنجم الكبير نور الشريف. الله عشتونا يا جدعان. اللي يشوفوك ولا يصلوش على النبي. ويشهد الحفل تكريم عدد من النجوم على رأسهم الفنان الكبير حسين فهمي والنجمة العالمية كلاوديا كاردينالي، يتسلما جائزة فاتن حمامة التقديرية. يضم المهرجان 16 فيلما عربيا وعالميا، من بينهم فيلم الليلة الكبيرة لسامح عبد العزيز والكنز وطفلة الأربعاء، وأيضاً 100 فيلم في أقسام المهرجان المختلفة. يعد مهرجان القاهرة السينمائي أول مهرجان سينمائي دولي عقد في العالم العربي، ويعتبر هذا المهرجان واحداً من أهم 11 مهرجان على مستوى العالم. سالي تراد، 10 مساءً. طيب هنشوف واقع طبعاً للأسف، هنطلع بقى من الجمال للقبح، واقعة الأب اللي ألقى بابنته. والحقيقة طبعاً ده مش معناها انه هذه الحوادث بتزعزع القيم العائلية في المجتمع، او انا بقول انها انعكاس للواقع في مصر. لا، المجتمع المصري مجتمع متماسك عائليا، لكن للأسف الشديد في بعض الحوادث التي لا تعبر عن القيم الأسرية والروابط الأسرية. تعالوا نشوف ايه اللي ممكن يدفع اب انه يلقي بابنته من الدور الثالث بالشكل اللي هنشوفه. شبك عشان كنت قاعدة ساكتة، مسكني من ايدي وكتفني ورماني من شباك، الناس كلها اتلمت.
قادر ورجلي اتكسرت ومش قادر امشي. انا بحب بابا. زعلانه منه؟ زعلانه منه كده. اشرب من شباك انا مطلقه وقعدة في الشقة لوحدها هي وجوزها وعيالها راح عليها ما عداش مع بابايا. نفسي اقعد مع امي. حالتها بالنسبة لنا طوارئ لان اتكسر مفصل الحوض ولو ما رجعش في خلال 12 ساعة او 48 ساعة بالكتير ممكن يحصل مشكلة في المفصل، فدي حالة طوارئ جدا يعني انه ممكن ما تعرفش تمشي على رجليها تاني. انا ساكن هنا في الدور الاول ده، فجاه لقيت حاجه خبطت كده وطلعت ببص لقيت ايه، الناس شايلين عيله صغيره. في ايه يا جدعان؟ اقول له البت ابوها رماها من فوق. ابوها يرمي ازاي ابو بنته؟ قالوا ده اللي حصل. المهم شالوها وطلعوها فوق، طلبنا الاسعاف. جت ايه يا جدعان في ايه؟ قالوا ده ابوها بيضربهم قبل كده، والولد الصغير قال لك ابوها رمى البت. ابنه جه وهو نازل وعربيه الاسعاف جايه، بيقول يا خالته ام حسام عارفه مين اللي رماها؟ ابويا اتغاظ منها رماها من فوق. ده ابنه الصغير. قلت له ده مجنون. وبعدين قلنا له بنكلمه بنقول له لو انت مش قادره تربيها ومش عايزها وديها لامها. قال امها ماتت. رد الواد وهو نزل على السلم قال لي يا خالته ام حسام ده ابويا قتل امي. اخر مره لقينا البت بعيد عنك واقعه هنا في قلب الارض، والست اللي فوقيها اللي تحتيها دي بتسمعها على طول هرج وضرب بالليل وسويت، والبيت يعني بتستنجب اي حد مش كل يطلع له مجنون. لا مش اب، ده حتى لو مجنون مش هيعمل كده، لان ده ناه ازاي يعمل كده. كنت بشوف حاجه دي متعرفه دماغها من هنا وبقول لها من ايه دوت؟ قالت لي دوت هو طبقت على دماغه كده. بقول لها ازاي؟ قالت لي ابويا هو بيقول لنا اقوله كده. فبقول لها طب من ايه؟ قالت لي لوحدي كده ما اعرفش. مره تلقيت اخويا الصغير من هنا ومن هنا محروق. بقول لها من ايه ده يا يوسف؟ قال لي ما اعرفش لوحدي. انا ما اعرفهاش، بس انا شفتها مرتين ثلاثه بس. ان انا شفته ان ده مش اب، ده مش اب بصراحه. ما فيش اب يعمل في عيله كده، ومهما يكون الام غلطانه برضه الاب برضه بيطبطب وبيعمل وبيدلع. حضرتك بيمسك وبيخيط بخيط، يعني العيله تكون متعوره تجيبي خيط وابره تخيطيه بجسمه؟ ده مش معقول. انا معايا 3 اطفال ممكن اخدها اربيها معايا. ده هو مش اب ومش عارف يربي عياله. اي حد ياخدها، اي حد ياخدها مننا. مفيش حد يعني بيعمل في عياله كده ومش عارف ايه، ومحدش لاقي عياله كده. فانا بقول يا جدعان لو حتى كده انا اخدهم اقعدهم، لو طالما مفيش حد قاعد معاهم. انا بقول ربنا يشفيها ويزيع عنها، واذا كان ليها ام تاخدها. بس ادي اللي انا اقدر اقوله. انا كنت بتكلم مع عايزه على طول، كانت بتقولي بابا بيفضل يضربني. وبعديها انا شفت امبارح، ويعني انا كنت في المدرسه وهم جيت امبارح لقيت في دم كتير، وقعد اقول للماما في ايه، ماما مش قادره تقول لي. ففجاه واحده بصيت عليها لقيتها متعوره من كل مكان. اقول له يعني حرام عليك، اللي انت اصلا ما ينفعش اللي انت اصلا تبقى اب. نفسي اقعد مع امي. طبعا يعني هذه المآسي الإنسانية زي ما بقول لكم يعني ليست قابلة للتعميم، هي حالات استثنائية نعم، لكن كمان بتدفعنا إلى تحليلها نفسيا واجتماعيا. إيه اللي بيدفع العائلات أو بعض العائلات إلى هذا الحد؟ في حوادث من هذا النوع بنلاقيها، يعني في ناس علشان تنجب يعني يمكن أن تنفق حياتها كلها من أجل الوصول إلى هذا الهدف، لكن لما يبقى فيه أب بهذه القسوة إحنا أمام حالات استثنائية. مجتمعنا مازال قائما على الروابط الأسرية المتماسكة. أيضا المدرس اللي هنشوفه في الصورة وهو يعتدي على التلاميذ بخرطوم المية أو اللي إحنا شايفينه ده أو الكرباج ده ولا العصاية، بيعاقب التلاميذ بالشكل ده. يعني خلاص انتهت هذه الصورة، ده حفل التعذيب. وهتطلع لنا
أجيالا عايشين على الخوف والفزع، وعندك وسائل تانية تستطيع أن تهذب بيها الطلبة وتعلمهم بأشكال مختلفة، لكن مش بالمشهد اللي أنا شايفه ده. حالة تلذذ بالتعذيب وحالة تلذذ بالاعتداء على التلاميذ هي حالة تلذذ، مش ممكن تكون أبدا تعليم ولا تأديب ولا تهذيب. وقلنا كثيرا إنه الضرب في المدارس ممنوع ومفيش فايدة مهما كان فيه من حوادث متعددة ناقشناها، وقلنا ده طبعا من ضمن النماذج السيئة في التعليم. احنا بنناقش كل سلبيات العملية التعليمية، ده ربما ابسطها، من مناهج لا تتمشى مع التطور الحادث في المجتمع، مدارس بيموت فيها التلاميذ، فصول فيها تكدس للنشء، دروس خصوصية أصبحت بديلا عن المدارس، لكن كمان العلاقة بين التلميذ والمدرس وأولياء الأمور مثلث، العلاقة فيه حولت التعليم إلى حالة من العبث. الصورة اللي احنا شايفينها لا، هي حالة مدرس يتلذذ بتعذيب التلاميذ والاعتداء عليهم بالخرطوم أو بالكرباج. عمرو عبد الرحيم اللي هو الطالب الضحية، عمرو أهلا بيك. السلام عليكم يا أستاذ وائل. عمرو، إيه المشهد اللي احنا شايفينه ده؟ المدرس ليه بيأدبك بهذه الطريقة؟ هو دخل يسمع علينا، فأنا جاوبت وفتش على الواجب بتاعه وكل حاجة، فأنا وردت له الواجب طلع تمام، قال لي ده ناقص سؤال، فهو ضربنا عصاية، فأنا قلت له عصاية واحدة، راح قاعد يضرب الثاني بكذا عصاية وسألني، فهو وجدت أنا إن في عيال في معانا في الطلبة معانا في الفصل ما بتضربش ولا بتفتش لهاش على واجب عشان بتاخد عنده دروس خصوصية. أنت بقى بيعاقبك ليه؟ عشان أنا نسيت سؤال في الواجب وسألني سؤال فقعدت أجاوب وقعد أقول إن الأسئلة، فقلت أنا سألت، قال له أنت الأسئلة اللي أنت سألتها دي أسئلة، ده أسئلة سهلة، قاعد يسألني فأنا غلطت في سؤال راح قاعد أضرب. طيب أنت طبعاً بتقول إنه اللي بياخد عنده دروس خصوصية ما بيعملش فيه كده يعني. حتى امتحان الشهر أما بنمتحنه ما برضاش يقول على الدرجات بتاعتنا، بيقول أنا عارف مستوى كل واحد وبديت درجات. يعني بيعاقبك كده عشان تاخد عنده دروس خصوصية؟ اي. طيب هو ماسك ايه بقى ده عمرو اللي في ايده؟ ماسك خرطوم. خرطوم ميه. اي. وبينزل بيه ايه، على جسمك ولا على دماغك ولا على ايدك ولا فين؟ اه بضرب بقيت حته في الجسم اللي بيلاقيها قدامه كده وباخد عليه في الضرب وبيضرب. طيب عمرو عملته ايه بعد المشهد ده؟ هل في حد في حقق في الواقعه؟ جات من النهارده جات للاداره عادوا حقه معانا وقلنا اللي خليه يضرب، وقلنا لهم كل اللي حصل ومش مع عارفش ما يعملون. طيب خليني اسال الاستاذ عبد الفتاح ابو شامه، وكيل وزاره التربيه والتعليم باسيوط. استاذ عبد الفتاح اهلا بيك. اهلا بيك يا زوالي، مرحبا. أهلا بيك أستاذ فتح. حققتم في هذه الواقعة؟ تأكدتم منها وحققتم فيها؟ مجرد ما شفنا الصورة دي امبارح اللي حصل، أنا بعت الصورة عشان أتأكد من المنظر الفظيع ده يعني اللي شفناه ده، فبعت الإدارة أبو تيجي التعليمية عشان أشوف هل الراجل ده موجود فعلا في مدارسنا والطلبة دي موجودة في المدرسة فعلا ولا لا، فاتضح فعلا أن الراجل ده موجود فعلا. ولما سألت عن شخصية الراجل ده لقيته طبعا ده راجل معاق حركيا، يمكن انت شايف الصورة ساعتك هو قاعد على الكرسي، خدت بقى ساعتك وبيستخدم ايده الشمال كمان. بدأت بعت الشؤون القانونية عشان تحقق في الواقع، زي ما قال كده التلميذ يعني ان هو بيفضل طلبة عن طلبة عشان الدروس الخصوصية، خدت بقى ساعتك. فطبعا اصدرت قرار باستبعاده من المدرسة والحاقه بالإدارة التعليمية، استبعاده عن عملية التدريس خالص يعني. استبعدته تماما عن عملية التدريس عملية التدريس والاختلاط بالطلبة ما دام هو بالصورة دي، لأنه فعلا ثبت الواقع عليه يعني. ثبتت فعلا يعني.
طبعا شيء مؤسف جدا انه نلاقي المشهد ده يا جماعه. مش سلخانه المدارس، مش سلخانه، والعلاقه بين المدرس والتلميذ وولي الامر علاقه وصلت الى اسوأ الصور. خلي بالكم في مشاهد تانية مضاده، يعني عشان بعض ما يقولش انتوا جايين على المدرس، لا، ما هو في كمان بعض اولياء امور يتطاولون على المدرسين احيانا، وبعض التلاميذ يتطاولون على المدرسين، وبالتالي احنا بس امام مشهد كمان ليس قابلا للتعميم، لكن معناها انه في حاله سيئه جدا في مثلث العلاقه تلميذ مدرس ولي امر. كل يوم حوادث من هذا النوع، ممكن يكون المعتدي ولي امر، المعتدي تلميذ، المعتدي مدرس، او العكس هو الضحيه يعني. لكن النموذج اللي احنا شايفينه دي مش سلخانه، هو اصلا يعني المدارس بايظه، يحاول البعض احيائها، لكن حتى لما حاولوا احيائها احتج البعض وعادت المدارس من جديد. الدروس الخصوصيه اصبحت بديلا للمدارس. اللي بيحصل فيها ده منظومه متكامله من العبث والفوضى. بتوجه لك بالشكر يا استاذ فتاح. خلينا نطلع فاصل عشان نشوف في حالة أيضا في التربية والتعليم، حالة مؤسفة إنه تلاميذ يشنقوا يحاولوا شنق زميلهم الطفل بحبل ويقلدوا فيه، يقلدوا الأفلام، يقوموا بتقليد الأفلام السينمائية، مشهد بيشوفوه في الأفلام. طيب هيبقى معانا الأب والأم والطفل الضحية، ونشوف إيه اللي ممكن يوصل تلاميذ إلى إنهم يخنقوا زميلهم، إيه اللي ممكن إنهم يعني يعملوا هذه الوسيلة اللي بيشوفوها. هم طبعا قالوا إحنا بنشوف ده في الأفلام، لكن ده في منتهى الخطورة، وده معناها كمان انه منظومة المدارس في مصر ميتة. محاولة احيائها تتطلب جهودا كبيرة، لكن مفيش حل الا انك تعيد الاعتبار للمدارس باي وسيلة. كيف يمكن اعادة الاعتبار للمدارس؟ بعد الفاصل هتبقى معانا هذه الواقعة، وبعدها هنستقبل الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم، هياخدنا شوية من السياسة إلى صناعة البهجة. مشاهدينا نحييكم من جديد. قبل أن نأخذكم من السياسة والقضايا الاجتماعية المعقدة والأزمات والنكبات والمصايب والكوارث إلى صناعة البهجة مع الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم، في وقعة ملفتة للانتباه. احنا دايما بنهتم بما يحدث في المدارس المصرية، ليه؟ لانه مفيش مستقبل بدون اصلاح احوال التعليم في مصر. احوال التعليم في مصر فيها مظاهر مختلفة، منها ما يتعلق بالمناهج زي ما اكدنا، ومنها ما يتعلق بالمدارس، ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين التلميذ والمدرس وولي الامر. في واقعة انه تلاميذ لفوا حبلا حول عنق زميلهم في مدرسة ابتدائية، طفل، اطفال يعني، لما سئلوا بيقلدوا الافلام. مش مهم، المهم انه في وضع يتعلق بالمدارس في مصر، وكمان احوال المدارس هتلاقوا في منها نماذج بهذا الشكل كتير، يعني شوفوا نماذج مختلفة ومتعددة. لكن طبعا الواقعة لبشاعتها ولإمكانية عدم تخيلها، فقلنا نحقق في وقائعها مع الأب والتلميذ أستاذ محمود فتحي، والد الطالب عمر، تلميذ عمر، طفل عمر. أستاذ محمود أهلا بيك. أهلا بيك يا سؤال. ومعانا كمان عمر محمود فتحي. عمر أهلا بيك، أنت كام سنة؟ كم سنة هو؟ ستة. ست سنين. مدرسة ابتدائية. مدرسة ابتدائية. اسمها؟ مدرسة بنات في اليمين. مدرسة بنات في اليمين. الإدارة التعليمية سنورس الفيوم.
فيوم. اه طيب قول لي ايه الواقعه؟ ايه اللي حصل؟ والله يا فندم اللي حصل ان عمر كان في الفصل، فقام اتنين من الطلبه جابوا حبل وربطوه حوالين رقبته، ما كانش في حد طبعا في الفصل. جوه الفصل ده؟ نعم جوه الفصل. جوه الفصل اه بس، وطبعا رموه في الارض ويعني الحمد لله رب العالمين. ابتدائي يعني ولا ايه؟ اولى ابتدائي. اه اولى ابتدائي. اه اتنين زمايله من الفصل. وجابوا الحبل منين؟ جابوا الحبل ساعه رحنا احنا تاني يوم، المدير جاب يسال الاولاد قالوا له الحبل ده كان ورا الباب بتاع الفصل، فجابوا الحبل من ورا الباب. جابوا الحبل من ورا الباب وربطوه حوالين رقبته وبيشدوا بقى الاثنين قصاد بعض. الاثنين؟ اه. فعدى يعني بنتين جيراننا يعني بالصدفه معديين في ثانيه ابتدائي وفي ثالثه برضه، فشافوا الولد بقى مرمي في الارض ومربوط بالحبل حوالين رقبته. بعدوا العيال وحلوا الحبل، وفي بنت قالت تقريبا لوالدتها، اتصلت بوالدته. والدته في مدرسه جنب المدرسه، مدرسه ثانوي. فكلمتني فجيت بسرعه على المدرسه، ورحت انا وهي. رحنا طبعا ما لقيناش حد في الاداره خالص في المدرسه، فخدنا الولد ومشينا. رحنا تاني يوم الصبح المدرسة، رحنا على الفصل الأول. إيه اللي حصل؟ الأولاد اللي في الفصل قالوا لنا حصل كذا كذا، جبنا الاتنين اللي هم مسكوه ربطوه بقى. آه. إيه اللي حصل؟ قالوا حصل إحنا هم في نفس سنه في أولى ابتدائي. آه سنة أولى ابتدائي. يعني. آه آه نفس السن. فقالوا إن إحنا جبنا حبل وربطناه حوالين رقبته وبنلعب وبنشوف فيلم. آه بس. فطبعا قالوا ايه تاني؟ قالوا طبعا الحاجات دي مسلسلات، في حاجات في التلفزيون افلام ومسلسلات بيعملوها، لان الولد يعني هيشوف ازاي ان انا بربط عيل او بخنق حد الا من واقع حاجه زي كده. طبعا جينا للاولاد، طب يا ابني انت بتعمل له كده ليه؟ فلقيت الاولاد اللي قالها هتعيط، طلعت جبت لهم بسكوت وجبت لهم شوكولاته ووزعت على الفصل كله وقلت لهم عيب وما يصحش كده. وطلعت على المدير بقول له ما هي الـ الاطفال يعني مش هينفع تحاسبهم، انت لازم ما سعادتك دول زيه زي عمر تحاسبهم، بس اللي حاسبه اللي وصل الطفل لهذه الحاله بالظبط، سواء داخل المدرسه او داخل البيت يعني. بالظبط يا باشا. رحت للمدير بقول له الوضع حصل كذا كذا في الفصل، عمر ابني. المدير جيراننا برضه يعني من البلد وجيران، فجاء معايا الفصل سال الاولاد في الفصل ايه اللي حصل، قالوا له حصل كذا 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 كذا. بقول له يعني ده وضع يرضي ربنا ان انا اسيب اطفال زي دول يعني ياكلوا ببعض ومفيش حد، لا في اشراف ولا في اداره، وجينا اصلا ما لقيناش حد في الاداره ولا لقيناك ولا في اشراف ولا في حد في المدرسه. طبعا يعني المدير زعل، لا في مدرس شاف ده ولا في مشرف شاف ده. احنا ساعه رحنا جوه فصل اه يعني. حضرتك الواقعه دي كانت يوم الاحد، ساعه احنا رحنا يوم الاحد الساعه 12 تقريبا بالظبط، يعني ما كانش فيه، كل العيال بتضرب في بعض ومفيش مدرسين في المدرسه. يعني انت حضرت السؤال الطفلين دول اللي هم كان مع المدير والمدرسه بتاع الفصل تاني يوم، احنا ساعه رحنا ما لقيناش حد نساله على حاجه. ده تاني يوم. ساعه رحنا تاني يوم بقى جه سمع من الطلبه بس، فطبعا لقيته بيقول لي طبعا احنا في بلد واحده، فبيقول لي يعني ان حصل لابنك حاجه بعد كده بتعالى حاسبني. بقول له وانا هستنى لما يحصل لابني حاجه تاني؟ يعني انت كنت هتوصلنا لكارثه. يعني اذا لم يفزع المسؤولون لهذه الواقعه وحتى كل المعنيين بتربيه النشء والاطفال، الناس لازم تفزع من واقع من هذا النوع. ما انا بقول سعادتك اللي حصل. فقال لي يا سيدي خلاص يعني خد ابنك من المدرسه. هو ده الحل بتاعك، خد ابني من المدرسه؟ طبعا واقفه في ده. مين اللي قال لك؟ ده مدير المدرسه. مدير المدرسه. اه في اخصائيه واقفه، انا والدته معايا يعني رايح انا تاني يوم الصبح برضه. هو ايه؟ نعم رايح الصبح برضه انا ووالدته رايحين المدرسه. فهو طبعا المدير بيتكلم وفي اخصائيه واقفه بتقول ما حدش يتكلم هنا واحنا طيب خليني اشوف مدير المدرسه ووكيل الوزاره. مدير المدرسه معانا؟ اتفضل. طيب وكيل الوزاره الدكتور سيد بسيوني. دكتور سيد اهلا بيك. دكتور سيد فندم. ايوه فندم اهلا بحضرتك. دكتور سيد اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. هل معانا مدير المدرسه كمان نحاول نجيبه يا جماعه؟ اهلا بسعادتك يا باشا، اهلا بحضرتك. طيب استاذ مصطفى خليل مدير الاداره التعليميه بسنورس. استاذ
استاذ مصطفى اهلا بيك. انا فندم وقلبي حياتي. طيب بابا. طيب خليني اسال استاذ مصطفى، انتوا حققتم في الواقعه دي؟ احنا فندم باختصار الموضوع ولي الامر. اتفضل. احنا حققنا يا فندم الواقعه برقم 170 لسنه 2015 بتاريخ 9/11 اللي هو تاريخ ما تقدم ولي الامر ليا بمذكره بالواقعه. لقيت ايه يعني بعد التحقيق؟ بعد شكلنا لجنه، اخترت وكيل الوزاره وشكلنا لجنه بالواقعه وشكلنا لجنه من الامن الاداره والشؤون القانونيه للتحقيق في الواقعه، وعلى الفور تم ندب السيد مدير المدرسه للديوان عام الاداره بناء على تعليمات السيد وكيل الوزاره لحين الانتهاء من التحقيقات، وحاليا التحقيقات جاريه على قدم وساق. طيب لكن تم نقل مدير المدرسه يعني؟ تم نقل مدير المدرسه والتحقيق مع طاقم الاشراف بالكامل. طيب مش ده يشعرك بالفزع انه في نشأ اطفال يلفوا حبلا حول عنق تلميذ زميلهم طفل؟ طبعا يشعرنا ويشعر الجميع بالاسى، ودي رساله بوجهها للاعلام من خلال سيادتك. انا سامعك. دي رساله بوجهها للاعلام من خلال حضرتك، كفى بنا من افلام الهبطه. اما في جزء ده يتعلق بـ 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 بالافلام الهابطه والمسلسلات الهابطه، لكن كمان في جزء يتعلق بالمدارس الهابطه. انا بطمن حضرتك ان مدارسنا على كفاءه عاليه، ومدارس ودي حالات فرديه وكانت في وقت الفسحه، ما كانتش اثناء الحصص الدراسيه يا فندم. طيب خلينا اسال يا دكتور سيد بسيونة وكيل وزارة التربية والتعليم. دكتور سيد، يعني هل افزعتك هذه الواقعة؟ يعني هل اهتميت بيها وحققت فيها؟ حضرتك وائل بيه، انا اتنقلت. بابا اتفضل. طب بص حضرتك وائل بيه، انا اتنقلت بنفسي وبفريق بتاعي كله، فريق المتابعة النهاردة، وامه على فكرة ام الولد مدرسة يعني زميلة، يعني احنا ما اتاخرتش عندهم خالص، انا رحت النهارده على طول، فاستبعدت مدير المدرسه فوري بقرار فوري وحولت كلهم للتحقيق، كل اللي موجود في قائمه الاشراف كله للتحقيق، لان المساله مش مساله ان ايه الافلام او مش افلام، انا عندي طفل لازم الاشراف يكون واخد باله منه، لان الطفل اللي قدام حضرتك ده طفل دمج، طفل من اطفال الدمج اللي هم مدمومين، اللي هم اقل شويه في العمر العقلي شويه من الاطفال اللي هم موجودين في وسطهم. فده حضرتك ان هم اصلا الاهل نفسها اهله قريبين، زي ما ولي الامر بيقول لسعادتك ان هم قريبين من بعض، وانا كنت موجود في وسطهم النهارده، انا ما مشيتش النهارده الا لما صدرت قرار باستبعاد مدير المدرسه والتحقيق مع جميع افراد الاشراف. الحاجه الثانيه والاساسيه، ان طبعا كلفنا حد بيدير المدرسه لحد ما نعين مدير مدرسه بصفه اصليه. يعني تاكدتم من الواقعه وتاكدتوا ان الطفلين التانيين فعلا جابوا حبل ولفوه حول عنق الطفل اللي قدامي دلوقتي؟ هو سعادتك مش بالصوره ان هم كده، هو فعلا في حاجه زي كده، بس الاجراء نفسه، لان فعلا في لازم يكون في متابعه جيده للولد في الفصل. طبعا انا مش عايز ده يحصل تاني يا دكتور، يعني هو الهدف من ان انا بسلط عليها الضوء، لانه كمان انت عارف 6 سنين يعني، ويعني تتفتق او يتفتق ذهن الطلبه والتلاميذ عن انه هاتوا حبل ونلفه حوالين رقبته وكل واحد يشد من ناحيه، يعني ده في منتهى الخطوره. طبعا اكيد، ما هو ده كان ده عشان كده تم التحقيق مع الاشراف كله بالكامل، لانه اغفل بعينيه متابعه الاولاد الصغيرين، وده كان ما ينفعش ان انا انتظر تحقيق، كان لازم يبقى في اجراء مع المدير لانه ما عملش العمل المنوط بيه.
فلازم كان يبقى الاجراء ده اجراء فوري باستبعاده فورا. على فكره مدير المدرسه بقى له فتره قليله جدا، ده هيخرج على المعاش الشهر الجاي. على الرغم من كده تم استبعاده، لان طبعا ما فيش اي حاجه تنتظر ان انا ما اخدش اجراء مع هذا. طبعا وقع يعني وقع مخيفه حتى، يعني لا تحتمل انتظارا ان انا اقول ما هو خلاص هيطلع معاش لا 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 طبعا انا ما ينفعش انتظر حضرتك، وما ينفعش لان الولد اللي قدام سعادة حضرتك ده ابننا في الاول وفي الاخر، ده حاجه ثانيه غير ان هو يستحق بالرعايه الاكثر من الطلبه التانيين، لان ما ينفعش ده يستنى كده قدامي وانتظر الاجراءات الروتينيه عشان طبعا هي حالته تستحق اهتماما اكبر. لكن اللي حصل طبعا انه في اطفال تانيه، وده الخطر، يجي في دماغهم ده انه تعالوا نجيب الحبل. يعني الواقعة نفسها بتفاصيلها مخيفة، يعني نتمنى انها تخضع للتحليل النفسي والاجتماعي عشان اشوف ايه اللي يوصل نشء واطفال لده، يعني تحقيق حتى داخل المدارس وحتى في بيوت التلاميذ دول. يعني ان شاء الله باذن الله يا فندم تحت امر حضرتك، وان شاء الله باذن الله احنا برضو في خطه كبيره جدا للنشاط المدرسي جوه في الفسحه نفسه، وفي خريطه تانية خالص للاشراف نتمنى ان شاء الله يعني نوصل بها للتطبيق بطريقه جيده عشان ما نقعش في نفس المطب تاني، لان ده فعلا ده قصور، ما حدش يقدر ينكر ان ده كان قصور من هيئه الاشراف ومدير المدرسه في المتابعه الاطفال. انما طبعا يعني تتبعوا اجراء حاسم، لان ما ينفعش الارواح الاطفال ديت، ما ينفعش ان احنا نفرط فيه. بتوجه ليك بالشكر، الف شكر. وقبل ما يسيبنا هسال، ده عايز اسال حضرتك، انت شايف بتقول انه افلام هابطه ومسلسلات هابطه، نعم ممكن، لكن كمان فين بقى الاشراف بتاع المدرسه؟ هو الاشراف، انا سامعك اتفضل. هو الاشراف بتاع المدرسه هو كان وقت الفسحه بس، هذا لا يعفي طاقم الاشراف وطاقم هيئه المدرسه، والاجراء تم اتخاذه فورا بناء على تعليمات السر وكيل الوزاره بندب مدير المدرسه واحال طاقم الاشراف كله لحين يتهم التحقيق. وفي الوقت نفسه ولي الامر عمل محضر رقم 2 احوال في الشرطه، والمحضر ده لما اتصلت بالشرطه قالوا ان تم حفظه لعدم جديه الواقعه. تم حفظه المحضر؟ ما اعرفش والله، هو اللي حصل ان انا عملت محضر وما تابعتش. هم حتى هناك في الشرطه قالوا لي انت هتعمل تقرير طبي، خد الولد وديه المستشفى واعمل. قلت لهم هعمل تقرير لمين؟ هعمل تقرير لطفل؟ اصل انت هتتهم اطفال. ما هي المشكله انه الطفل اللي عمل كده مش هو المتهم، المتهم المدرسه، إدارة المدرسة، والمتهم أيضا البيت. يعني وأتمنى إنه بيوت الطفلين يشوفوا إيه اللي يوصل ابنهم لهذه الحالة، وكمان المدرسة تشوف إيه اللي يخلي أطفال في عندها 6 سنوات أولى ابتدائي توصل لهذا الحد. مسألة الحقيقة مخيفة يعني. طيب لكن أنت تأكدت إن الطفلين قالوا احنا شفنا ده في المسلسلات والافلام؟ يعني انا سمعت يا فندم وما تاكدتش، ولكن حاليا التحقيق، فريق التحقيق اتنقل، هيتنقل بكره للمدرسه لسؤال الاطفال وسؤال جميع هيئه الاشراف. التحقيق يتم بديوان المدرسه. طيب بتوجه لك بالشكر، وطبعا يعني انا مش هاحمل الاشياء اكثر مما تحتمل. نعم ممكن يكون في الاطفال بتتعلم ده، لكن كمان فين البيت اولا وفين المدرسه ثانيا. طيب هسالك انت دلوقتي، انت يعني مصمم، هو مدير المدرسه كان قال لك خد ابنك وخلاص، خده وامشي من المدرسه يعني. فحضرتك انا رحت لما هو قال لي كده، فانا رحت عملت محضر شرطه ورحت الاداره التعليميه اللي هي سنورس، قابلت مدير الاداره، هو بصراحه خد اجراء فوري. والنهارده انا فوجئت ان انا كان عندي مأموريه في القاهره في شغلي، ففوجئت ان اتصلوا بالمدرسه اللي فيها ام الولد ووكيل الوزاره في المدرسه. يعني بصراحه يعني انا مش ما كنتش متخيل ان هم يحضروا في التوقيت ده او في السرعه دي، بس اتمنى ان يبقى في اجراء حازم لاداره مدرسه مشهود ليها بكده.
نتمنى، لانه الواقع الحقيقه مخيفه، وعشان كده انا قلت ان نسلط عليها الضوء حتى لو في دقائق محدوده. انا بتوجه لك بالشكر وما تسيبش حقك، لانه هو حق المجتمع وحق الاطفال اللي جايين. مين أكيد. مين يقول انه الاطفال التانيين اللي في نفس الفصل ما عندهمش نفس النزعه؟ وائل بدا يعني في نقطه الشرطه بيقول لي اعمل، قلت له اعمل تقرير في طفل، يعني انا هعمل تقرير طبي في مين؟ ما انا مش عارف اعمله في مين. لا هو المتهم مش الطفل طبعا، انما انت بتعمل، يمكن ان تقدم بلاغا ضد اداره المدرسه. كتبت بلاغ وقدمته ضد الاداره، فانا فوجئت السيد وكيل الوزاره بيقول لي ان هو اتحفظ. انا ما اعرفش هو اتحفظ ولا لا، بس هم طلبوا مني تقرير طبي، قلت لهم انا مش هعمل تقرير طبي ضد اطفال. طيب. هي القضيه عموما مش محتاجه تحقيق جنائي وقانوني قد ما هي محتاجه مساءله تاديبيه، ومحتاجه كمان تحليل نفسي واجتماعي لحوادث من هذا النوع، ومحتاجه ان انا يعني هتعمل ايه؟ مدير مدرسه هو بيقول لك انه باقي عليه عده ايام او اسابيع. ده هو كلمه قالها لي على فكره. ويطلع طالع بيقول لي ده انا قدامي مش عارف كام يوم ولا اسبوعين وانا طالع معاش. بس كمان مش هو بس، يعني ما انت امام كيان مهلهل. طب فين المدرسين؟ مفيش. مفيش. مدارس ميته يعني. وبتموت الاطفال. بالظبط. يعني ابنك بالشكل ده اللي انت شفته، لو الحبل لف حوالين يا باشا دي فرقت، يعني مش عايز اقول لحضرتك لحظه، يعني انت لو بصيت حياتك لوشه كده وشه، يعني دي العلامات من الحبل. خرابيش بتاع العيال ايدينا اهو، يعني لحظه بالظبط، يعني سبحان الله، يعني هو لسه ليه عمر جديد يعني، الحمد لله. طيب طبعا لو قلنا هنحمل بعض الافلام والمسلسلات فهيقول لك انت هحملها في حدودها، يعني لن نحملها اكثر مما تحتمل. لكن كمان البيت والمدرسه نشء 6 سنين يوصل بيهم الحاله لكده، ده في حبل ورا الباب هاتوه، ويلفوا الحبل حوالين رقبه الطفل عمرو ويشدوه من الجهتين المختلفتين. يعني هنا الواد كان ممكن يشنقوه. يعني يا فندم بقول لحضرتك، يعني هي فرقت لحظات، يعني هو ليه عمر فرقت معاه لحظات، ومش بحمل الاطفال حاجه، والسيد وكيل الوزاره ومدير الاداره ما ذنبهمش حاجه، انما احنا اداره مدرسه مهلهله. توجه لك بالشكر. نعم. وخلونا نناقش هذه القضايا. طبعا المدارس فيها ما يكفيها، لكن هي ميته بالفعل، لكن كمان ما تموتش النشء والأطفال والتلاميذ. الحالة اللي فيها هي محتاجة تحليل نفسي واجتماعي، ومحتاجة إنه كمان في جزء متعلق بالبيوت، وفي جزء متعلق بالمدارس، وفي جزء إذا كان الولدين بالفعل أنت بتقول قالوا إحنا قلدنا ده، شفنا ده في الأفلام والمسلسلات، فده جزء تالت. بعد الفاصل هيبقى معانا الفنان الكوميدي الكبير الأستاذ محمد نجم. يا سلام يا دنيا، يا سلام يا دنيا، بعد الفرادة كله. اي والله العظيم لينا نصيب. عبد الجبار يا ابو صديق عمره. الفرحة نسيت اسمك. اسمك قول لي اول حرف من اسمك. اول حرف. اول حرف عين. شوي 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 شوي. هو صاحب الأدوار الكوميدية الأبرع والأكثر جمالاً في واحدة من أفضل فترات المسرح المصري، وطار إلى المسرح حتى لا يستطيع أحد إيقاف إبداعه. إنه الفنان محمد نجم. ياللي تاكلي العلقة من دول وتقول اديني أكتر. قال هشة هشة، تعالوا شوفوا المقاشة. ولد نجم في 15 من نوفمبر عام 1944، وبدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، ثم انضم إلى فرقة عبد المنعم مدبول المسرحية، وابتعد عن السينما والتلفزيون منذ أن أسس مسرحه الخاص الذي يحمل اسمه، واتجه للمسرح الكوميدي، وأصبح علامة بارزة في الكوميديا، وحقق من خلاله نجاحات باهرة عبر أدائه الساخر وحركاته الكوميدية التي يتميز بها على سائر زملائه من هذا العصر.
ايه اللي شبه ده؟ جوز دورة. لا ايه اللي شبه ده؟ شجرة. لا 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 ايه اللي شبه ده؟ عمود. ايه اللي شبه ده؟ حقق نجم نجاحات عديدة في المسرح الكوميدي، وكانت أول بطولة مسرحية له عام 70 في مسرحية حاجة تلخبط أمام الفنانة نجوى سالم، ومن أشهر مسرحياته عش المجانين التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي من بعد أن تم تأسيس فرقته الكوميدية التي تحمل اسم فرقة نجم. شافي اللي كان كان ايه؟ أصحابها الزيبها كان أهو يا راجل يا ابني مش فاكره مش شبيه يا راجل اللي كان لما اللي كان لما يبقى مستعجل يمد شبيه. على الرغم من اهتمامه بالمسرح إلا أنه قدم عددا من الأفلام منها انتهى الحب، عقلي طار، الكذاب. أهدي أهدي وفي منتصف السبعينيات ابتعد نجم عن السينما والتلفزيون واعتمد على المسرح في تقديم رسالته الفنية، حيث اعتبر نجم ظاهرة لن تتكرر في المسرح الكوميدي، وقدم على المسرح اعقل يا مجنون، الوادي النمس، البولدوزر، عبده يتحدى رامبو. عزة عزة مين بقى؟ عزة مجاز. لا ما جاش. ما جاش. انت السبب؟ والله ما معقولة عزة ما جاش. لا ما جاش. انت السبب. يصف الفنان محمد نجم نفسه دائما بأنه تلميذ الفنان عبد المنعم مدبولي، وتعلم منه احترام الجمهور والمسرح، فقدم سويا مولود في الوقت الضايع. ايه استاذ فتح الله؟ ايوه. في واحد عايز حضرتك. مين؟ واحد. مين؟ انا. طب ولما انت عايز ما تخفيش جوه ليه؟ وانت ما تطلعش بره ليه؟ محمد نجم سيظل نجم المسرح، خلق ليقف على خشبة المسرح حتى أصبح بينهما عشق ينبت منه أعمالا يحبها جمهور نجم. الله يرضى عليك يا عم، احنا مالنا يا عم؟ قال دول ناس فاهمين شغلهم، انت هتعمل لي سياسي؟ ده منظر سياسي؟ الله ده حاجة غريبة أوي، احنا بنضحك هنا وخلاص يا عم. الله يرضى عليك. الله ده كان يوم اسود يوم ما اشتغلت معاك يا اخي. اي 5 دقايق ويجي لك التليفون اياه. الو استاذ سيد عاوزينك شويه. يلا نهدى يلا. مها صبري، العاشرة مساء. دايما بقول انه الشعر المصري بيعالج ازماته باطلاق النكات عليها. احنا صناع صناعة البهجة، وضيفي هو من اعمدة صناعة البهجة في مصر، الفنان الكوميدي الكبير محمد نجم. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. هي البهجة اختفت؟ مين؟ البهجة اختفت؟ والله كانت معايا امبارح، مش عارف راحت فين البهجة. يعني احنا لسه محافظين على طبيعة الشعب المصري انه يحب يضحك وينكت. أيوة. ويبتهج، ولا بقى في وجوه عابسة والناس بقت مكتئبة؟ والله شوف، هو بطبع الشعب المصري النكت في عز الازمات بيطلع نفسه من الغم والنكد ده بانه يعني يقول نكتة ويضحك، يقعدوا مع بعض اصحابه ويقولوا نكت، موقف ضاحك. انما جت ظروف على مدى سنوات بتخلي الشعب ده متحمل ويتحمل ويتحمل لغايه لما يجي فجاه ما يقدرش، فيتوازى عنده الضحك بالمراره. الضحك بالمرارة. يتوازى. يعني ممكن يضحك ويعيط في نفس الوقت. مش في نفس الوقت يعني. انما ممكن
يتأثر على طول بحاجة هو عانى منها وما قدرش يعبر عنها لأن الظروف لا تسمح أن كل واحد يقول رأيه بحرية. احنا دلوقتي بقى في وقت يعني ابتدينا نستعد لمقابلة الحاجات دي بروحنا برضو بروحنا السامحة وفي نفس الوقت جريئة جدا وتقف ورا الحق وقفة جامدة جدا وده طبعا بعد ما لقيت فيه روح للحكاية دي السيد الرئيس أصبح بيتكلم بكل حاجة بصراحة وقال كده قال انتوا شعب انتوا مفروض ورايا انا من لوحدي مش هعمل حاجة لازم بيكم كلنا هنعمل الشعب تفهم هذا وابتدى يتكلم واللي يقول ده فيه فساد واللي يقول مش عارف لان فيه كان حاجات الواحد مش قادر يقولها ولو قلتها تجد الحجج موجودة عند المسؤولين اصلي في التحقيق حولناه الى مش عارف ايه احنا حولناه لجنة يقول لك لجنة للتحقيق لجنة للتحقيق يعني انا كنت شايف حتى في الاخر حتة الطالب الصغير الطفل اللي في طفلين هيلفوا تحقيق ايه تحقيق ايه ما الواحد دي من مصايب الحاجات الحكومية الوزير ما هوش قاعد عنده علم بان في واد بيتخنق ونقول له الوزير ولازم الوزير يتنقل طب اتنقل ليه ما تخليها اتنقل ليه يعني ده قاعد في مكتبه عارف مراته بتطبخ ايه وعارف مش عارف المدرس التاني ده ضرب الواد بعصاه ولا لا عارف الناظر ده كان بيحل كلمات متقاطعه يعني مش هيعرف كله ونيجي في الاخر نقول لا لابد ان يتحاكم الوزير وان ينتفض مش عارف ايه ليه ما تجيب يا عم القصه نفسيها واحد اتنين طلبه صغيرين برضه يعني مش لا مثلا مدرس ومدرسه بيخنقوا الواد ده عيلين ما فهموش طفلين ما يجوا يسالوهم بقى لو كان هم جاوبوا انا اعتقد سمعتهم بيقولوا شفنا بيشوف ده في الافلام والمسلسلات دي المصيبه بقى ده التحقيق يتحول للرقابه الاداريه هنا رقابه المصرفات الرقابه يعني الرقابه يقول له ادي النتيجه انتوا بتشوفوا المشاهد دي وتسمحوا انها تتعمل ليه وتقول اصل دي للكبار فقط ما الكبار هيعلموا الصغار دي للكبار فقط دي للصغار فقط وللكبار فقط ده بتشجع الصغار انهم يدخلوا باي شكل يعني طبعا هو الراجل بتاع السينما بيقول دي للكبار فقط لو خدت رحله مدرسه وطالما دفع فلوس هيخشوا احنا يا استاذي يا الفاضل احنا في منظومه صعبه 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 ما انا كنت هسال حضرتك السؤال اللي فيه ناس كتير هتسأله اللي هو انت فين بس انا هربط ده قبل انت فين انت شايف انه فعلا في اسفاف وفي انحطاط في الاعمال الفنية ويوصل انه ده يؤثر على المجتمع لما بنيجي نكلم بعض صناع هذه الافلام بيقولك ما انا باخد من المجتمع المجتمع كله كده المجتمع سيء فانا باخد من هذا السيء واعكسه في افلامي يعني او مسلسلات لا 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 ما 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 اخدش كيلو لحمه مسممه واديها الاسره وارجع اقول ايه ما انا بشوف اللحمه دي هتموتهم ولا لا لو مش هتموتهم تبقى سليمه موتهم يبقى ناخد بالنا ما غلط غلط اخد حاجه ارسم الواقع واصل عندنا طب ما احنا عندنا حاجات تندمج في في في, في الدعارة تندمج في الدعارة تندرج في الدعارة يعني تقدم على انها فن ما هم جايبينها اقول لك اصلها موجوده
مش موجوده في اجتماعنا واحده عريانه ومش عارف ايه وبقت ده. الاول كنا ما نيجي نجيب في السينما مشهد يعني جنسي كنت بتجيب مثلا ايه كوباية القهوة وهي بتفور واندلت يبقى حصل الشباك تهزم الهواء يبقى حصل. دلوقتي بقى ما يجيبوا يحصل فعلا يقول لك لا شيل البطانية انت مغطيها شيل البطانية خش انت جامد. ايوه حلو كده حلو المشهد ده كويس قوي وروح الرقابة تشوف تقول لك لا مانع. انما اقول يا ابن الكلب يقول لك لا اعزف اعزف بجيب سيره الاب ده انت بتجيب سيره اللي جنب ابوه وبتوافقه. يا اخوانا لازم الناس تعرف بس احنا موافقين على الحاجات دي ازاي ومين المسؤول الاول فيها. يعني الفيلم ما بيتصرحش لما ياخد تصريح يبقى انت عليك انت بقى المشاهد دي كلها لازم تتشال والعرية تريد تشال حتى لو كان له قيمة اعملها مستترة. امال انت بتعمل فن ليه؟ اجيب اي واحد بكاميرا بقى ويلم مطرب ومصيبة ولا لا تا 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 ولا ترا ويلا انزل فيلم في العيد يا راجل. لا 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 اللي هي التيمة ده رقصتين على مطوطين على هو انت بتلاقي غيرها في الافلام ولما تتطور قوي تجيب بقى واد بسنج وبيعمل خناقات في الشارع وهو اللي بيجيب حق الناس هتخلي الشباب الاخر ماشي بالمطاوي في جيبه يقلده يعني. طبعا يعني التانيين ما لقوش مطاوي كانت الجريمه انتهت بسرعه ده لو حبل فشنقوه انما لو لقوا مطوتين واحد عمله كده والتاني كده راح. طيب يعني انت الوقت شايف انه لان دي نقطة في غاية الأهمية المجتمع بيناقشها بس مفيش فايدة يعني مفيش فايدة دي مصيبة. مفيش فايدة دي مصيبة. بيطلع البعض ويقول حرية الإبداع وازاي تقحم نفسك في العمل الفني ولا لا أنا عاوز اللي بيقول حرية الإبداع ده يقول لي هو إيه الإبداع ده؟ يعني إيه الإبداع؟ يقول لي يعني إيه الإبداع وأنا أصدقه؟ يعني إيه؟ ابداع ابداع ايه عمل ايه جاوب لي انت ايه هو هيقول لك انه مشهد الجنسي ده موظف في دايما يقول لك ايه انه طالما انه يتم توظيفه في العمل الفني وانه مش مفتعل وانه مش يعني مش داخل على العمل مش دخيل على العمل الفني لا يعني موظف دراميا يعني طب ما انا اقول لك حاجه طب كل الشتائم الناس بتقولها في الشارع يا ابني كذا ويا بنت كذا وتعالى يا ابن الله مش عارف ايه ما تجيبها يا اخوي ما تخلي الفيلم كله شتائم واقول له دي موظفه في الانترنت وده موجود في الواقع وبتاع يا راجل يا راجل ده انا عاوز اسال كنت عاوز اقول لك اجيب ناس كده واسالهم اقول له فيسبوك يعني ايه؟ يعني ايه فيسبوك ويعني ايه انترنت إيه الاسماء دي احنا عارفينها بس كده وخلاص وبنشتغل جواها ايه المسميين دول ايه اساسهم فيسبوك يعني ايه انت عايز تدخل في اساسهم جبت اساس ده منين يعني لا انت عارف فيسبوك يعني ايه هو الناس طبعا بتستخدم انت عايز تقول مواقع التواصل الاجتماعي الناس بتستخدمها يعني فيسبوك يعني بالتواصل الاجتماعي الترجمه الحرفيه للكلمه يعني مش الترجمه يعني ماليش دعوه انا عاوز اعرف دي اللي بيقول لك الابداع ودي الابداع وانا مبدع طب قول لي الاسمين دول ايه اساسهم عشان اعرف هتبدع طب انت عندك اساس تاني لهم ولا ايه؟ ما انا مش عارف انت ضد شايف ان التكنولوجيا يعني والحاجات دي دمرت طبعا تواصل اجتماعي ايه والتواصل الاجتماعي ده ليس له قانون احنا مش عارفين نعمل قانون لغايه دلوقتي ما واحد يقول لك وائل البرالسي كذا 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 تيجي تقول لك مين اللي قال ده مكتوب ما نعرفش مين اللي قال مفيش حاجه ما اعرفش مين اللي منزله على الصفحه
مين؟ يعني جت طيارة كانت وراح حطها ومشت. لا هي اذا بتاخد هي طبعا مواقع التواصل الاجتماعي بكل صورها بتستخدم طبعا استخدامات سيئة في جدا انك تنسب اشياء ممكن تكون ما بتقولش حاجة وتلاقيها منسوبة لك صفحة باسمك يشتمك يشتمك من ما تعرفش مين هو. انا دلوقتي ممكن اكتب في التواصل الاجتماعي محمد نجم يحط ستة افلام صور منهم خمسة ولغم منهم اربعة والله واحد ورايا ولا لا ده في حاجات في حاجات. طيب خلينا امزج ده وانه واسال محمد نجم ب طاقته في صناعه البهجه اللي انا اتكلمت عنها في بدايه الحلقه واللي حقق نجاحا وسط حيتان كوميديا. يعني البعض هيقول محمد نجم فين؟ هل العيب في محمد نجم ولا في القواعد الوسط التي أصبحت يعني لا تلائم؟ لا والله أنا موجود، أنا موجود، أنا لسه عامل الصيف اللي فات ده البريمو اللي هي البريمو اللي هي بتاعت البالون مسرح البالون هيئة المسرح والله يعني بس في اختفاء سنوات يا أستاذ محمد. ما فيش اختفاء، أنا بشتغل مسرح كتير كتير بس الاعلان الاعلان شو انت بتقول فيه اختفاء يعرف منين انا شغال؟ من الدعايه. محمد نجم على مسرح كذا في التلفزيون يعني لولا المسرحيات بتاعت التلفزيون اللي بياخدها التلفزيون من صاحبها ويعمل كده مسرحيه وتتزع له كل اسبوع وبتاع يبتدي تعرف الناس تعرف ان في مسرحيه انما تخيل بقى ان هو بيعمل المسرحيات دي كلها ولا تلفزيون بيصورها ولا حد عارف ان هو بيشتغل. طب ما هو مفيش ناس هتيجي. طب ما ده اللي بقوله لك. ما انا عشان كده بقول هيئه المسرح وهيئه الفنون الشعبيه والكلام ده والبتاع ده يقول لك اصل احنا ما يهمناش انا نصرف على المسرحيه 750 الف او 800 الف ما احنا بنعمل حاجه مردود ثقافي. طب ثقافي منين اذا كان الجمهور ما عرفش جالك منين؟ انا ده اللي كنت عاوز اقوله للوزير، اقول له جالك منين المردود الثقافي جالك؟ الناس واقفه طوابير عشان يستنوا المردود الثقافي. وهو المسرح طبعا بدون جمهور دي ماساه كله يا بيه. يلا ما المسلسل من غير جمهور ما بتسمعش عنه. جمهور بيجي ولذلك كلهم بيشتغلوا في رمضان عشان السمعة على طول جاية في رمضان جاية في رمضان بعد رمضان كأن ال 11 شهر يتكلموا بقى في اللي هيشروا الواد شنوهم اللي رمى بنته من فوق البلكونة اللي مش لاقي ياكل اللي الحي عامل حاجات تكره الناس يعني انا مثلا في تجربتي بتاعت البالون انا مبسوط بالروايه وروايه بتناقش حاجه في السيرك والسيرك من الدماء انما عشان انا اخد حقي اشتغلت بعد معاناه مع الموظفين. تخش البالون ده تلاقي موظفين كأنهم رايحين الحج كتير قوي كتير قوي افواج يعني ويدنوا ويعطلك ويعملك. انا كان المفروض انزل في الصيف في شهر 8 في العيد واخد الشهر بتاع 8 ده يعني بيبقى فيه المصيفين كلهم موجودين دنهم يعطلوني يعطلوني وحجج وبتاع لغايه ما فتحت في 9 شهر 9 اللي الناس بتمشي فيه يعني كويس انا جبت فلوس في شهر 9. تيجي بقى تقبض بعد 15 يوم قبرك قبضك جاهز بعد 20 يوم. ليه؟ اصل فلان بيراجع وفلان لازم يعتمد وفلان لازم يشوف ده راح فين. طب ما عملتوش ده كله قبل ما نعرض ليه؟ طيب 20 يوم قبل ما جالنا ال 15. طب ال 15 التانيين بقى هل استجد حاجة تانية بحيث توقفها؟
في القبض ولا انتم قابضيني 15 يوم وكل الاجراءات معموله؟ طب فين يا سيدي؟ بعدها بشهر. ليه؟ اصله فلان بيراجع، فلان اصله بيبص، فكلام كلام يعني يقول لك انا على رقبتي لو اشتغلت في القطاع ده. يعني في حاجات كتير جدا عاوزه لفت نظر. ما انا هتكلم بقى في الفارق المظهر، بس خليني اقول، طب انت مع يعني طب انت السينما مثلا انت مخاصمها، شايف التوليفه بتاعتها ما تمشيش معاك، وشايف انه النجوم الجدد اللي احتلوا الساحه لما هيجي يجيب محمد نجم مش هيجيبه بطل، يعني شايف بقوا خلاص بقوا هم بقوا ابطال، بقوا ابطال بعد مني، بعد منك. مش كده ولا ايه؟ يعني دول كانوا هم صغيرين وبتاع، برضه بيقفوا يتفرجوا على مشهد من المشاهد عشان عاجبهم والطريقه والبتاع. امال انا بقالي 30 سنه بطل ليه؟ 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 لان انت البطل ده يعني الناس بتجيله والناس بتحب تشوفه. طيب بالاضافه الى انك تقدم كوميديا حقيقيه، يعني في ناس فيها مجهود وفيها لون. انا فيه ده اغلب الناس بيقلدوني واخدين مني حاجات مين اللي بيقلدك؟ مين اللي بيقلدك؟ بس انا مبسوط بقى. مين اللي بيقلدك؟ لا ما لا عشان مش عاوز انا اللي بقلد معروف، ومهما قلد شويه كده يروح واقف خلاص يقع تاني. يستنى بقى اما يبقى ياخد حاجه تانيه، ما ينفعش. بس انا مبسوط ان ليا مقلدين. طالما ليا مقلدين يبقى انا حاجه كبيره. يعني بياخدوا مدرسه محمد نجم في الكوميديا بيقلدوها طبعا طبعا. بس بقى بس هو مش هيقول كده. مش هيقول ايه؟ مش هيقول انا يعني او على الاقل مش هيقول انا اتعلمت بده من محمد نجم. لا لا طمن اهو في عز من كده بقول لك انا متعلم من عبد المنعم مدبول، وما زال في ذهني هو استاذ. ما اقولش بقى لا مدبول ايه ما راحت عليه انا دلوقتي، لا انا الراجل ده هو اللي علمني اللازمه وعلمني. وما كنتش نجحت في شفيق يا راجل بتاع، لان مدبولي كان دايما يمسك كلمه ويقعد يزيد ويزود فيها ويروح يقولها تاني مش عارف يروح هنا. بس اللازمه دي ذكاء، لان ممكن لما تقولها كتير ولما تقولها في غير موضعها تبوظ. يعني اللازمه دي فيها ذكاء وفيها حرفيه يعني. طبعا. وبعدين ده انا مش مكتوبه في النص، خلي بالك. دي يعني شفيق يا راجل دي مثلا ما كانتش مكتوبه. لا 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 ابدا. ولا عبد ربول ولا الكلام ده كله. اصل انت لما تيجي تقرا كده المسرحيه تقول لك يقول الشفيق مين؟ اقول له شفيق يا راجل اللي كان لما بيمد بيكون مستعجل يمد. وبعدين شفيق يا راجل لما تقول شفيق يبص. شفيق يا راجل لما يكون عطشان يشرب. لو انت قريته تروح ماسك النص مقطعه في وش المؤلف، لان مش هيجي في ذهنك ده يضحك وده يضحك. انما الاداء الاداء ما اقول له مثلا شفيق يا راجل غير ما اقول له يا راجل المؤلف يكتب دي. لا دي اداء الممثل طبعا بقى. انا جات لي شفيق يا راجل دي من كان المفروض ارد يقول لي انت ابن مين؟ قال له شفيق عبد ربو شفيق. فانا تهت لثواني ان انا اقول الكلام ده، فعلشان اغطي نفسي قدام متفرج فجيت ناحيه الملقن كده قلت له يا راجل ما تقول يا ابن المكتوب عندك يا راجل شفيق. لقيت ناس بتضحك، قلت طب ماشي شفيق بقى. بقيت اديله بقى امارات اي حاجه، وحسن عبدين الله يرحمه يتجنن ويقول لي يخرب بيت شفيق ده اللي جاب شفيق. انا نسيت الناس اللي كانوا بيعدوا من عندك وبتاع ومش عارف ايه، وتنسى اللي كان في النص. قال لي مين ده؟ شفيق. يعني كنت انا بقى بجيب حاجات واركب حاجات
كل ده تلقائية المسرح. ايوه 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 انا لا ابيت افهات او حاجات اكتبها بالليل واتاه واروح اقولها تاني يوم. لا ما تعملش افهات بالليل وتقعد تخطط كده ابدا. اصل انا هقول لك على حاجه دلوقتي، الافلام الكوميديا اللي بتصنع الان ده في افهات بتشترى، يعني في حد يقول لك اما بيع لك 5-6 افهات هذه مصيبه وبيعملوا بيها افلام. ايوه ايوه. طب انت ما بتعملش ده؟ اعمله فين؟ اعمله لمين يعني؟ ما كنتش بتعمله، ما حدش بيديك افيه كده لا والله لا والله بيبان الممثل اللي واخد حاجه هيقولها من اللي بيقولها بطبيعته، من اللي نفترض واحد من الجمهور زنقه في حته اقدر ارد ما اعرفش كده. ولذلك مش كل واحد يبقى نجم مسرح او سينما وبتاع، مش كل واحد. هي السينما استثناء واحد بس لانه بيدخلوا فيها اللي انا قلت لك عليهم بقى، الرقصات والمطربين بتوع السينج ومش عارف، انما المسرح ما اقدرش. طب ما تعمل لك حته كده يا استاذ محمد، يعني حته ايه؟ سنجتين على قصتين على بتاع، شويه بلطجيه حواليك وبتاع وفي تصنيف توليفه فيلم وهتنطلق. طب يلا انتجوا انت. المنتج موجود. لو عرض عليك بعض المنتجين ده هتقول لا؟ هتقول لا؟ هقول لا، لان انا عارف طالما جاب الحاجات دي يبقى هو ما عندوش موضوع، وانا ماليش دعوه بان واحد في الاخر يقول ايه ده. لكن ما هو ده يعني عايز ادخل في الـ 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 يعني احنا دخلنا في السنوات القليله الماضيه فيما سمي بسينما المضحكين الجدد. هكذا اطلق عليهم يعني، وحققوا عملوا 25 مليون ناس بتدخل، وبعضهم جلس على القمه سنه او اتنين ثم اختفى او هبط، ويطلع حد تاني سنه واتنين ويهبط. انما الحركه انما ما قعدش 30 سنه. لا انا قعدت 30 سنه لان انا بطل لغايه النهارده. 30 سنه؟ طب لو حد فيهم قال لك تعالى في فيلم معايا بس دور تاني، اقول له اهلا وسهلا لما اشوفك بعد 30 سنه. بحقي معاه. لا اصل كلام غير منطقي. يعني لو واحد قال لعادل امام تعالى معايا دور تاني كان هيحرك الجزمه على طول. انا من النوعيه دي. انت بتقول بيقعد سنتين، 4 سنين، 5 سنين وبعدين اتنيل. طب انا ايه اللي زنقني يعني؟ عشان كده انا لجأت لان انا اعمل مسرح خاص بي. ما اجي اعمل مسرحيه الاقي المكان اللي هعرض فيه، مش لسه الف على مسارح، ده يقول لك اجر لك، ده يقول لك اصل انا هنزل مسرحيه. فليه مسرحيه؟ ليه مسرح؟ وعملت مسرحيات كتير. طيب بس ال سينما المضحكون الجدد اللي حسب ما سموها، انت تابعتها يا استاذ محمد؟ هل عندك موقف منها؟ شايف انه هل طلعت لنا اجيالا؟ وانا عايز بوضوح وبشفافيه يعني، يعني مفيش، هل طلعت لنا اجيالا من الفنانين الكوميديان الجدد؟ أيوة. ولا شايف انه يعني مفيش جديد؟ لا مفيش حاجه اسمها مفيش جديد. اصل انا ضد كلمه مفيش جديد، واللي بتاع زمان ينفع دلوقتي. احنا شعب يعني. انا هنسى اللغه بتاعت ابويا؟ مش هنساها يعني. طلعت موجه كده شويه، فكك احلق له مش عارف ايه، ظبطه نفض له، نفض له لغه الروشنه دي، كانوا شغالين خدامين. نفض واعمله وانتهى وانتهى. فكك ده شبان بعيني عنده حق، ما عندوش حاجه تشغله. فبيقعدوا على القهاوي
وكلمه تجيب كلمه ويضحك ومش عارف ايه ويفتكر انه ملوش وظيفه يتعاكن. ما ينفعش. وبعدين كل واحد مجتهد. انا ما طلعتش اوانطه او ابويا كان الشيخ مش عارف مين في دبي او مش عارف مين في ايه. انا من الجهد من الجهد واصريت. انا قلت سبب انصرافي عن السينما والكلام ده قلت انا عاوز ابقى بطل في نوع واحد من الفنون. يكفيني ان اكون بطلا. ايه هو؟ المسرح. فبقى تيجي لي السينما بتاع اقول ابدا مش عارف ايه ابدا تلفزيون ابدا. دنتني في المسرح في المسرح لغايه لما كل الناس عرفت محمد نجم من المسرح. مش اي حاجه تانية قدمتني. طيب بس انت لما بتدخل يا استاذ محمد بتلاقي قواعد السوق تغيرت، بتلاقي في نجوم دلوقتي بياخدوا اجور عاليه وانت محمد نجم لسه هيقول انه جايز يقول انه محمد نجم ما لا يلبي الجيل الحالي او انه انا عندي نجوم شباك دلوقتي فبيدفع لهم. طبعا ده وجهه نظر انا ضدها عشان ما تبصليش. لا ايه مش فاهمها يعني. انه في ناس تقول ان انا عندي اجيب اللي بيجيب عندي فلوس. نجوم بتجيب لي الجمهور وبتجيب الشباك ويدفع لها اموالا كبيره. انت عارف بياخدوا اجور ضخمه دلوقتي. أيوة اللهم لا حسد يعني. انا كنت قاعد تكلمنا عن مسرح الدوله ومستني فيه الفلوس بتاعتك. ايوه طب ما هم اللي بيروح حتى مسرح الدوله برضه نفس الحكايه. عشان كده بقول لك انا عملت تجربتين. واحده اسمها النمر قعدت اربع سنوات. النمر ده قعد سنوات. بس ده من زمان. ما في الهيئه. ده تاني عمل اعمله. انما غير كده كله مسرحيات في المسرح بتاعي. ليه بقى ما يجيش منتج يقول محمد نجم اصل نجم شباك فانا هاخده يعمل فيلم سينما وادفع كذا. انت بتقول ليه؟ مش كده؟ ما نجيب الراجل ده ونشوف نفسيته ايه وعقله ايه. اغلبهم دلوقتي يقول لك نستنى بس ما يب كده شويه وناخده بقى. يعني لما جابوا محمد رمضان هل اللي جابه الاول ده كان فاكر انه هيجيب حاجه؟ قالوا اهبل جايب واحد وحطه مش عارف ايه، ضربت معاه، مشت معاه، اعمل معاه، ده بتاعت ربنا. انما تيجي بقى توقفني انا وسين من الناس هيبان بقى النجوميه فين وانت شخصيتك ايه واللي جاب. ولذلك في ناس كتير جدا حتى ما ترضاش ابقى انا في الفيلم لان عارف هيتعب لو انت في الفيلم؟ طبعا. ليه؟ ما فيش كوميديا هتتعمل. هو هيجيب كوميديا منين بقى؟ هيروح يشتري له خمس صفات وست يعني صفات. هتاكله في ملعب الكوميديا يعني. ما هو لازم ومش حكايه تاكله. انا ما باكلش انا بس هو اللي هيعمله هيلاقي رد فعل ابن لذينه يقول لي يا ريتني ما قلت الكلمه دي. ما لا ما حدش بيسيب نفسه كده. او انت اذا كان ما انا ما مش عاوز ادي مثلا اقول لك يجي واحد بس اقول لك ايه رايك تعمل انت فلان حلقات يعني برنامج انت ومين انا انت ومحمد حسنين هيكل مش هتروح. انما يعني كل واحد يدور على انه هو لا يجب ان انا مش محتاج لفلوس ولا محتاج. وبعدين اول واحد عمل مسرح في مصر. انت عملت مسرح خاص وكان يقبل عليه الناس ويقبل عليه السياح العرب كمان. ما انا بقول لك يعني كان المسرح جزء من السياحه. انا دلوقتي بس اللي وقفني ثلاث سنين عشان حولت المسرح الى مبنى سكني وخليته نص حجمه. يعني ليه بقى المسرح فاضل ثلاث شهور واستلم نص حجم المسرح. يعني المسرح لسه موجود؟ اللي هو اللي فين اللي في الدقي؟ ايوه. انت عملت نصه مبنى سكني ده؟ لا كله مبنى سكني. هو بياخد الدور الاول وفوق منه حاجه اسمها الميزانين.
ده اصطلاح يعني دول تجاري. بعد كده ليك بقى ست ادوار سكني. فانا قلت ايه اللي يخليني ماسك في مسرح بس؟ طب ما انا يبقى تعمل فوي عماره وبتاع طبعا. هتقول لي اصل فلان بياخد 10 مليون وبتاع، بس لم يكون ليه شيء. انا فاكر المسرح ده يا استاذ محمد كان شارع ايران في الدقي. يعني كانت لما كان في حركه مسرحيه في مصر وكان في والله بص والله انا اشتغلت المسرحيه بتاعت الاخيره دي البريمو. البريمو كانت الناس يوم ما تعرف ان انا هنا بمثلا اعلان في الجنان وبتاع ده المسرح انا قافل ب 22,000 جنيه يومها 22 وقبليها ب 20 فين؟ في شهر سبتمبر الناس بتمشي فيه بتاع بدايات المدارس وال وماليش دعايه. الله انتوا جايبين محمد نجم يعمل ايه؟ يعني اقعد في المسرح كده واقول اللي ما حدش مر على المسرح؟ والله العظيم حاجه تجن. طيب استاذ محمد خليني يعني ناخد شويه في القديم. يعني انت بتقول علشان الناس تشوف المدارس الكوميديه يعني انت بتقول انت اتعلمت من عبد المنعم مدبولي وتتلمست على ايديه. ايوه في مدارس كوميديه فعلا، لان اللي انا شايفه دلوقتي لا مفيش مدارس كوميديه. يعني ما اقدرش اشوف ده فاقول ده مدرسه كوميديه او حاجه، انما ما انا عايز اقول لك حاجه. يعني ايه مدرسه كوميديه؟ ما انا برضو لما اجي اجيب لك حاجه بقى تلاقي ملهاش معنى. يعني الناس كتير تقول لي يا سلام ده مدرسه محمد نجم. ايه مدرسه محمد نجم؟ بعمل ايه انا؟ يعني جايب اتنين ابلاط واربع تلاميذ وفتح مدرسه؟ درس ايه؟ لا عندك اسلوبك في اسلوب اسلوب اسلوب. يعني ما اقدرش اقول لا مش عارف مين مدرسه وما فيش مدرسه. حتى اللي انا بقول اتعلمت عليه ما هواش مدرسه ولكن اسلوب تتبعه تعرف تجاري هذا الاسلوب في الاداء في مش عارف ايه بقى ليك شخصيه. طيب اتعلمت من عبد المنعم مدبولي هذا العملاق اتعلمت منه كثيرا يعني بس مع احتفاظ شخصيتي. ما قلدتوش يعني؟ لا انما مع احتفاظ شخصيتي، يعني اعرف هو بيعمل ايه واعمل بقى زيه في الموقف ده يحصل كذا، في الموقف ده يحصل كذا على الطريقه المبينه ليا قبل كده. انما يجيش مكان يقول لك لو كده يقول لك يا راجل ده بيقلد عبد المنعم مدبولي هو ده بيعمل حاجه. انما لا ما اقدرش اقول كده ما اقدرش. طيب خليني اخد الفنان الكوميدي الكبير الاستاذ احمد راتب. استاذ احمد اهلا بيك. استاذ احمد استاذ احمد سامعني؟ طب شوفوا يا جماعه التليفون تاني. استاذ محمد يعني دايما عشان المسرح فانت ما انا ممكن اقول ايه؟ طب ما عادل امام باقي عمل ايه؟ عادل امام يعني ما زال يحقق نجاحا كبيرا، عمل نقلات مسلسلات في الافلام، ليه ما عملتش هذه التنويع وهو ايضا كان عنده مسرح؟ طيب هو لما ابتدى يعمل حاجات تلفزيونيه ساب المسرح. ساب وفين دلوقتي؟ وراجل ساب المسرح ما فيش له مسرح. طب انا هكمل معاك بس عشان معايا الاستاذ الفنان الكبير الاستاذ احمد راتب. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا احمد؟ ازيك حبيبي؟ الحمد لله تمام تمام. انت منور التلفزيون. الله يخليك يا احمد الله يخليك. والله انا لسه بساله عن الكوميديا بخير ولا احنا بقينا شعب عبوس او مكتئب او محبط؟ لقيته هو عنده شويه احباطات برضه من الوضع. لا والله هو بس في حاجه هقول لحضرتك عليها انه الناس اتعودت
ان المسرح يبقى موجود لما بيطلع في التلفزيون. يعني مثلا الناس فاكره مثلا مسرحيه طرف قعش المجانين، فاكره سك على مناتك، فاكره فايه، مفيش حاجات اتصورت بعد كده واتذاعت. فيقول لك ايه ده، في ازمه مسرح، ده مفيش مسرح. لا، هو مفيش مسرح بيتصور ويتذاع في التلفزيون بس، انما المسرح موجود. يعني حتى لو سلمنا جدلا ان التكاليف بقت غاليه قوي وكده، احنا ما عندناش مانع اننا بنشتغل مع البيت الفني للمسرح. الاستاذ محمد عمل مسرحيتين وانا عملت 3-4، لكن ما بتتصورش. فالناس يتقالها ان مفيش مسرح، لانها ارتبطت بان المسرح تتفرج عليه في التلفزيون، مع انه المسرح طبعا هو ان تذهب اليه يعني. بالظبط كده، بالظبط كده. اقول ليه يا استاذ محمد؟ ما طبعا، ما انا بقول لك لما ابتدت قنوات تتعاقد مع ممثلين يعملوا الرواية في 10 أيام وصوروها، خلاص هيعمل ليه؟ ما هو اتعاقد مع واحد يشتري منه وخلاص. انما هو المفروض ان المسرح يبقى بيتعرض موسم واثنين والناس بتخرج وبتروح تشوفه، لان المسرح اصله طقس جميل يعني. لانك يعني بتشوف إن الواحد يلبس وياخد بتشوف الممثل قدامك على طول. بالظبط كده. دي متعة لوحديها طبعا، وبيبقى في تفاعل يعني. بيبقى في تفاعل يومي ولحظي. مظبوط. ايوه مظبوط. مظبوط. طيب استاذ احمد، يعني قبل ما تسيبنا بس عايز اسالك سؤال. انا بقول الاستاذ محمد نجم انت فين، فبيقول لي انا موجود يعني، بس انا كنت شايف انه لا، محمد نجم كان يمكن ان يحتل مكانه اكبر. العيب فين؟ العيب في يعني نظره النظره الانتاجيه، انه احنا وصلنا لمساله انه اي حد عايز مكسب سريع. المسرحيه بتاخد لها مثلا 2 بروفات وبتاخد دعايه وبتاخد كده، لكن اصبحنا دلوقتي كل شيء بسرعه. اي منتج عايز يكسب في 3 دقائق، يعني يعمل مسرحية في 10 أيام ويبيعها لقناة فضائية، يعمل فيلم يتقلب في حوالي 10 أيام ولا 11 يوم بالكتير، بس المهم يبقى في شوية تحابيش يعني تعمل يعني فلوس. أصبحنا في زمن يعني سرعة، والفن كويس محتاج يعني رستقة ومحتاج وقت ومحتاج اللي كنا بتعمله. وده يعني المنتج مش عايزه يعني، مش عايزه وكده. معرفش بقى، لكن اعتقد يعني انه بالوقت زي ما قلنا قبل كده ان في حاجة اسمها القوة الناعمة هتبدأ يعني بدعم من الناس المخلصة المسرح يرجع وكده، وطبيعة الناس تتغير وتختلف ان شاء الله، وتحب المسرح وتحب تلبس كده على اخر موضة وتركب تاكسي او العربية وتروح المسرح مع المدام والاولاد. يعني ده طقس جميل وخروجة لذيذة ألذ من اي حاجة يعني. ان شاء الله تعود هذه الصورة. الاستاذ الفنان الكبير الاستاذ احمد راتب، اهلا، الف شكر. الفنانة الكبيرة الاستاذة ميمي جمال. مدام ميمي اهلا بيكي. مدام ميمي اهلا بيكي، سمعاني؟ اهلا بيك، ازيك يا استاذ وائل؟ ازاي حضرتك؟ كله كويس الحمد لله، صحتك بخير؟ الو، سمعاني حضرتك؟ بقول لحضرتك صحتك بخير الحمد لله، كله تمام الحمد لله. طيب لك ميرسي، لانك انت طول عمرك الله يخليك. أيوة أنا كويسة الحمد لله. أنا عايز نوطل تلفزيون بس، أنا طبعا بسأل حضرتك علشان يعني الخروج من مرحلة الأحزان. يعني أنا عارف أنه كلنا حزننا على الفنان الكبير الأستاذ حسن مصطفى، لكن الحالة بالنسبة لك هتختلف يعني، لكن إن شاء الله دايما تكوني أقوى يعني. ربنا يخليك. الله يخليك. الأستاذ محمد نجم معايا. ايوه حبيبي. زي ازيك يا محمد؟ الله يخليك. الله يخليكي، انت منور التلفزيون والله. والله العظيم وانت قاعده منوره قدام، وانا شايف الرمبه اللي انت ماسكاها دي. ربنا يخليك ويديك الصحه. الله يخليك ويديك العافيه، لانك انت يعني من الناس اللي صنعوا
حاجة اسمها كوميديا وضحك وطول عمرنا كنا بنشتغل مع بعض وحاسين ببعض وعارفين انت دماغك حلوة ازاي وشغلك عامل ايه، وان شاء الله باذن الله نشوفك قريب في حاجة حلوة يا رب ان شاء الله. انا كل ما اقول له انت فين في يغضب ويبصلي كده لان انا شايف انه قيمته اكبر من ذلك يعني بكثير. لا هو قيمته كبيرة طبعا، بس هو بيحاول يدور في وسط الجو اللي احنا فيه ده والمناخ الجديد اللي احنا فيه، عايز يدور على نوع من الكوميديا تقدر تتماشى شوية مع الناس اللي موجودة دلوقتي. أذواق الناس اعتقد انه اختلف، يعني ما بقاش أذواق الناس زي الاول، لكن الممثل اللي موجود اللي له بصمة في الكوميديا لو تواجد في اي وقت في اي وقت انا اعتقد ان نجم في اي وقت يبقى فيه على المسرح الناس هتحبه وهتضحك له طبعا. الله يخليك. انتوا اشتغلتوا مع بعض مدام ميمي؟ اشتغلتوا مع بعض؟ اشتغلنا عش المجانين. عش المجانين وطارة فوق عش المجرمين وعملنا يعني وعملت مسرحيات معاه كتير، يعني انا اشتغلت مع نجم كتير. وعملنا ايه في اسكندرية كان يا نجم؟ كان اسمها ايه المسرحيه اللي عملناها في اسكندريه وكان معانا راتب؟ كان معانا مين؟ احمد راتب. احمد راتب ايوه دربكه ايوه دي برضو كان معانا شيرين يعني المسرح حينما كان منتعشا يعني. وانت عندك ذكريات مع الاستاذ محمد نجم؟ طبعا طبعا. انا عايزك بس تشد حيلك كده عشان نفتح المسرح بتاعنا بعد شهرين كده ان شاء الله يا رب. ربنا يديك الصحه وتعمل كل حاجه جميله يا محمد والله ان شاء الله باذن الله. ده عمله عماره سكنيه ربنا يا رب يكرمه، بس هو ما نسيش المسرح. لا انا عامل مسرح تحت. هو ما نسيش المسرح. لا ان شاء الله يعود المسرح اللي انت عشان يعني متذكره الايام اللي كان فيها المسرح الخاص، يعني كان يحقق نجاحا كبيرا وكان جزءا من السياحه حتى يعني. طبعا طبعا. اسكندريه كانت في اول الصيف يعني من نص يونيو مثلا تبتدي لغايه نص سبتمبر، يعني الفتره دي كلها كنا بنشتغلها في اسكندريه. وكان اللي بيشتغل مسرح بيحب المسرح كان بيشتغل، الناس اللي كانوا بدأوا من سينما ويروحوا تلفزيون شوية فيديو شوية حاجات كده ما كانوش يحبوا انهم يقعدوا 3 شهور. انا كنت من الناس اللي بحب المسرح قوي، فكنا دايما دايما في الصيف موجودين في المسرح. ونجم طبعا من قبل طبعا عش المجانين هو بيصنع نفسه بنفسه وعرف يعمل لنفسه شخصية كويسة، لكن انا من ساعة ما اشتغلت معاه فعلا لو هو يتذكر المسرحية دي احنا يوم البروفا الجنرال فيها ما كانش لسه نجيب اخوه اشتغل، فكروا كده. احنا عملنا البروفا الجنرال والمخرج معتقد انه الشخصية دي تخرج من هنا وتدخل من هنا لابسة لبس تاني، طبعا استحالة. فوقفنا بقى وقفنا، فنجم قال له انا عندي الحل للمخرج. قال له ايه الحل؟ قال له نجيب اخويا، هو الوحيد اللي ممكن شخصيتي وشعري وعلى بال ما هو يلبس يكون التاني دخل. الناس بقت قاعده في الصاله مش مصدقه، يعني ان محمد نجم طلع من على السلم فجاه تلاقيه داخل من الباب ولابس لبس مختلف. كانت المسرحيه دي اشتغلنا بيها 3 أو 4 مواسم، كانت من اجمل الحاجات اللي اتعملت حقيقي والله. 3 أو 4 مواسم بتأن يعني ان شاء الله يعود المسرح الخاص الى او يعود المسرح عموما الى سابق مجدي يعني. بتوجه لك بالشكر يا ميمي، الف شكر. استاذ محمد كنا بنكمل بقول انه كنت بكلمك عن الفنان الكبير عادل امام، لان انت كمان كان لك مقوله قبل كده قلت انه هو المسرحيه بتقعد عده سنوات ولكن هو بيشتغل اشهر قليله في السنه. لا انا ما اقصدش ان هو بيشتغل شهرين ويقعد، لا هو النظام كان بيملي
على المسارح كده انك تقعد شهرين ثلاثه بس. هو مش ذنب عادل امام ولا سمير غانم ولا غيره ولا غيره، كان هي الدعايه كده، يقول لك مثلا ايه خلص المسرحيه في شهرين ويجي تاني سنه ما يقولش بقى المسرحيه التي دامت شهرين، لا يقول لك المسرحيه للسنه الثانيه بصرف النظر للعام الثاني. ما كانش في حد بيقعد السنه كلها، مين ده؟ حدش بيقعد السنه كلها ابدا، ولا حتى ثلاثي ادوار مصر اللي هو بدا حكايه السنه الثانيه والسنه الثالثه ايام ثلاثي ادوار مصر، سمير وجورج والضيف الله يرحمه، كان مش كل المسارح بتعمل كده. طيب قبل ما اطلع فاصل يعني خليني في الجزء بتاع الكوميديا، وانت تأثرت وتتلمست على يد الاستاذ الكبير عبد المنعم مدبولي، كنت عملت انت كمان مقارنه بين مدبولي والمهندس وقلت انه فؤاد المهندس جمهوره مختلف. ليه؟ لا ما هو كل واحد يعني اللي بيحب عادل امام او يحب مثلا سمير غانم او محمد نجم او ما عملش مقارنه، كل واحد له اسلوب زي ما قلنا. اسلوب الناس تحبه فيه، زي اسماعيل ياسين، مش اسماعيل ياسين لغايه ما مات بيعمل برضه بوب 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 بيعمل كده. ما حدش بيقول له ده يعمل ببقه، لا هو كده، هو اسلوبه كده والناس حباه على كده. طب ما تقولش دي نمطيه والناس ممكن تزهق؟ لا ما هو ده دورك انت وانت بتشتغل بقى، لو حاسس ان انت بتعمل حاجه الناس خلاص مش قابلها خلاص منح، انما كل ما تعملها الناس تضحك، وساعات في ناس تطلبها منك ويقعدوا يتصالوا لك يا شفيق يا راجل يا مش عارف ايه، طب هقول له لا ما اقول، والا هقول له تعالى بكره ده زهقك. بس انت طلعت من نمط شفيق راجل ما يعني لم تسقط اسيرا لا شفيق ابدا، وكل الناس تقول لي اعمل يا راجل، الناس بتحب اقول له ابدا ما اعملهاش تاني، انا اعملها ما تنطلب مني واحد يعني يقول لي ما تقولها مره، او اقول له مثلا يا راجل وخلاص الناس تضحك وخلاص، انما اقول انا بقى وصل كان وصل مش عارف ايه خلصت، ما ينفعش. طيب عشان اختم الجزء ده قبل ما اطلع فاصل، يعني لو عرض عليك ما يسمى بالعمل التجاري دلوقتي اللي فيه التوليفه اللي تبيع اللي تخلي المنتج يقول تقول لا. ما هتشتغل، ما انت ما عايز تشتغل. لا ما مين قال لك انا عاوز اشتغل؟ وانا مش قاعد، انا ما حدش بيشتغل قدي. التنوع والتعدد. لا تنوع، انا مالي تنوع ايه؟ وانا هطلع ارقص هنا واصوت في حته تانية؟ لا محمد نجم والحاجه مظبوطه وكله الناس هتيجي. انا كنت دايما اقول حاجه، اقول تذكره المسرح وقتها كنا بنعملها ب 300 جنيه. 300 جنيه وقتها 300 جنيه و250 و150 و175، اقول لي الناس بتيجي المسرح بالتذكره دي قد تذكره السينما 100 مره، لما يلاقوني في السينما مش هيروحوا، ما بيدفعوا فيا ليه كده في مصر؟ يعني شغلهم ليه بيروح يدفع 300 جنيه في تذكره؟ في حين ان تذاكر السينما 15 جنيه ب 20 جنيه دلوقتي بقت ب 30 جنيه، ما ينفعش. وبعدين هي ظروف اقتصاديه، خلي بالك. يعني الناس كلها كبرها وصغيرها الاسعار زادت والكهرباء زادت ومش عارف ايه زاد وايه زاد، الله يكون في عونه سياده الرئيس. لما حسب كده قال لك لا انا هقف ضد الاسعار دي واعمل كذا، وكتر خيره في كل حته بيعملها بنفسه. وحد كان يفتكر اسكندريه هيجي لها يوم يحصل فيها؟
فين وفين بقى بقول له احنا نحمد ربنا، ربنا عمل الظاهرة دي عشان يكشف للدولة ان المجاري كلها مسدودة. ان احنا محتاجين صرف صحي جديد، واكتشف ان مفيش صرف صحي، اهي جاتهم مية. ربنا اما يعمل حاجة بيعملها برضه، مش هيقعد يمسك واحد يقول له بتاع، لا هيعمل ظاهرة. انت تبحث بقى، تبحث وتكتشف، فتعرف في مسؤولين عاوزين، مش النيابة، عاوزين الإعدام. وانت بتاع الصرف الصحي مفيش أي حاجة ولا تقارير بتجينا كل أسبوع، حتى إن في بلعتين مسدودين مش عارف إيه، قاعد بس وخلاص. طب يلا مع السلامة. والمحافظ مع السلامة، يعني مفيش كرسي هيستنى، لازم تعمل وإلا كارثة تحصل زي بتاعت اسكندرية دي. الله، هو المطرة بترجع ازاي؟ او مفيش مطرة بتعمل متر ونص ومترين ونص الا من رجوعها تاني، يعني نزلت ونطرت واللي نزل قبل كده بيرجع تاني، فالمية على المية على المية تبقى مصيبة. طيب كويس، انت متابع المشاكل والازمات. ما هو الفنان الكوميدي كده كمان عنده حس. اهو لازم لازم. هطلع فاصل، وبعد الفاصل هسأل الفنان الكوميدي الكبير الأستاذ محمد نجم. في فترة كده نسب إليك إنك طالع تقول الفن حرام، وبعدها نسب إليك أيضا إنك بتقول لا أنا هبطل خلاعة في الفن ومش هجيب رقصات. ما ده اللي قدرت عليه. ده قدرت عليه، وحتى البنات اللي بيطلعوا معايا سواء أسماء كبيرة أو صغيرة، ما فيش عندي اللبس اللي هو صدرها باين ومش عارف ايه والبتاع الغطاء، تقول لا ما عنديش. وتقدر تلزمها بكده؟ طبعا، عاوز اشتغل يا المسهل، مش عاوز، ما فيش في غيرك. هتقول لك وانت مالك فده؟ لا لا، انا مالي، انا دي مصحتي وانا كانها بيتي، انا حر في بيتي، عاوز تخش البيت اهلا وسهلا بادب، لان انا مش من الممثلين اللي بيتكلموا بقى على انا ويا عم مش عارف ايه ويقسم على البنت اللي موجوده. ما ينفعش، انت بتعمل ضحك، ما بتعملش نظره ثانيه، بيلجوا الى ده لان ما عندهمش قدره اضحاكيه للمتفرج اللي اساسا جاي عشان يضحك. انما لو جاي عشان بنات ما يروحش على الهرم ويجينا انا ليه؟ ما هو بيقولك شوية تحبيش في لا تحبيش، لا 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 لا، انت مش هتطلع عصر فاصل قبل انت اخد في الفاصل اللي جاي. بس ده هنكمل القضية دي لانها مهمة يعني. ماشي، وانه حبيت اديها للنائب العام. ماشي. وجايز يعني انت، طب ده معنى كده ان السبكي لو عرض عليك فيلم يعني هتطلع مسدسك؟ لا والله، لا والله، يعني انا يربطني بالحاجات دي اني بشوف راي الناس ازاي، واشوف الفيلم بيعمل ايه، والراجل ما كل واحد منتج له افلام بتصادف النجاح، وفي افلام بتجره ورا الفلوس. اللي بتجره ورا الفلوس دي يبقى مش من النوعيه اللي اقدر اشتغل معاها. اللي هو فكرة الفلوس والشباك والمكسب هي الهدف يعني. هنطلع فاصل، هنكمل القضية المهمة مع محمد نجم. هل فعلا يستطيع انه يلزم الفنانة البسي كذا وما تلبسيش كذا اللي هتشتغل معاه؟ وهل هذا الاتجاه يعني يمكن ان يكون صالحا للتعميم، ولا اي فنانه هتقول لزميلها يعني سواء صغيره او كبيره انه لا ده من حقي ومن حقها انها تلبس ده؟ لان احنا بنشوف طبعا الاسفاف والابتزال والنماذج اللي احنا شايفينها في بعض المسلسلات والافلام. هنكمل معاه كمان محطات مهمة جدا في الكوميديا، وهنسأل تاني عن الكوميديا اللي كان بيضحك زمان. هو معترض على الجملة دي، ما يضحكش دلوقتي يعني؟ هل كل جيل
شايف انه يمكن انه يضحك باسلوب مختلف، او انه اللي كان بيضحكنا زمان ما يضحكش الجيل الحالي؟ بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد، ومعانا النجم الكوميدي الكبير الاستاذ محمد نجم. استاذ محمد، لا، في فترة دخلت فيها في حالة بلبلة، انت نفسك قلت يعني بلبلة. أيوه. فتاوى، وحد قابلك واقنعك بانه الفن حرام. وحصلت عندك بلبلة. عشت المرحلة دي ازاي؟ والله عشتها كويس ومبسوط، وبقيت اطلع اعمل عمره ومش عارف ايه والكلام ده. هو ما ليش حرام، هو معتمد على ان ظهور العنصر النسائي هو اللي جايب الحرمانيه. اللي انت بتعرض رذيله على المسرح، الجمهور ده جاي فقطعا هيبص، وفي منهم اللي في قلبه مرض يعني بيشتهي، ومنه مش عارف ايه، فانت كانك بتقدمها انت، فده حرام ومش حرام. المهم اقنعني بده، مفيش غير واحد كان النائب العام وقتها. وكان بيتفرج عليا وبتاع ومش عارف ايه، ودخل الاوضه قال لي انا عاوز اقول لك حاجه. انت مين؟ قال انت بتسعد الناس ولا بنت جايب لهم الست على المسرح عشان تسرحها؟ انت بتعمل بتعمل فن. وناس كتير قاعدين يتفرجوا، وبعدين دول براحتهم ممكن يسيبك ويمشي، مش مضطر يعني. فانت ما يهمكش وانت بتسعد الناس وبتاع، برضو شويه كلام من هنا جولي ومش هنا جولي. بس فعلا يعني حصلت لك بلبله يعني؟ تقدم رجلي شويه وترجعها تاني وتقول انا انا لغايه دلوقتي والله بقول ربنا ينجينا، يعني لغايه دلوقتي بقول ربنا ينجينا. ليه؟ شايف انه ال الفن يعني لا الفن الهادف. ايوه احنا بنتكلم في حاجه اهو، في ست. تقوليش بقى الفن هادف، هات لي مسلسل ما فيهوش ستات، هات لي فيلم ما فيهوش ستات، هات لي مسرحيه ما فيهاش ستات، يبقى الهادف هادف. انا يعني حاجه لربنا الاول، يعني ههتم انا بالفن الهادف والمبدع وانه غير مبدع؟ طب وربنا؟ ما هو فوق ده كله. وبعد ممكن يعمل فيك ما سمعتش النصيحة مرة واثنين ثلاثة يخليك قاعد بالأمر، يعني مش بدون ذكر أسماء، ناس قعدت بالمرض وعايشة لغاية دلوقتي، وهتبطل بطل خلاص. بس تعتقد ده عقاب إلهي؟ مين؟ تعتقد ده عقاب إلهي؟ جزء. امال ايه؟ كل ده عشان بيشغل العنصر النسائي؟ طبعا والله. يا العنصر النسائي، ما اللي اديتك تليفون دي هتزعل مني بقى. العنصر النسائي شايف انه انت بتفكر انه انت تعمل مسرح رجالي يعني ما كنتش والله فكرت فيه، وبعض الاخوه الفنانين ويا ريت يلا ونعمل وبتاع، وما جيت اتصل ويلا، قال يا راجل يعني في حاجه ما فيهاش نسوان، حد يجي مش عارف كله فلت فلت، قلت يلا. لكن في ذهنك انه لا وفي حاجه تانية. مع ان لو اشتغلت من غير نسوان هتنجح، لان الضحك كله مع الرجاله مش مع الستات. ليه؟ في ستات بتضحك؟ في. امال ايه؟ الضحك معانا انا هش المجانين دي هي قايمه على ايه؟ انا وحسن عبدين. خلاص؟
هيتعمل والله. ما يجي يقول لك مثلا مسرحيه في البتاع ده في الجيش اسمها ايه؟ سهره في الجيش في خندق في بتاعه ما فيهاش ستات. انما الموضوع نفسه يحتمل رجاله بس. رجاله بس لانه مقاتلين في الجيش يعني في ناس. في ده بدي مثال. جنود انما لو في مثلا اتوبيس ماشي رايحين يعملوا رحله والبنات في اتوبيس ثاني رايحين يعملوا رحله. هتتكتب بقى على كده. اتوبيس بتاع البنات اتقلب. فما فيش بنات. ولازم نفتح. فنفتح ازاي بقى؟ الموضوع مكتوب بقى. ايه وايه وايه وممكن تجيب سيره البنات ويا كذا وكانت هتبقى معانا ومش عارف راحت فين وتقول ما فيش بنت ظهر. اللي عاوز يكتب بيكتب. اللي عاوز يكتب بيكتب. انما احنا واخدين طبع لازم البطل والبطله واخت البطله واخو البطل ومع بعض ومش عارف يعني. لانه المجتمع كده والحياه كده فيها المراه وفيها الرجل، فيها الاخ والاخت، الزوج طيب والزوجه، طيب الحبيب والحبيبه. طيب كان الجيش نجيب له حبيبه اخرى. ما يعني في جيش من غير ستات. ايه يعني وانت هتقعد تعمل اعمالك الفنيه كلها هتطلع فيها بتعمل عمل في الجيش او يعني؟ لا ده انا بقول لك يعني اصل انت بتقول الحياه في مراه ورجل ومش عارف ايه. طب ما فيه بس مش بالضروره ان انا اجيبهم بقى في ادوار لا تليق بالمراه. لا تليق بالمرأة. المرأة عبارة عن أنثى وأنثى محترمة ومتجوزة أو لسه هتتجوز وأهلا وسهلا ما قلناش حاجة. طب ما في مضيفات وفي في سوبر ماركات بيبيعوا بيعملوا ده شغل ما فيهوش بقى إن حد مركز على البت اللي بتبيع الجوافه دي وجاي لها كل يوم ومش عارف ايه. لا يعني في فيها حاجات تستثنى وحاجات بقول ان مش موضوع ان انا اجيب الست ولا الست موجود في المجتمع. هي مش موجوده في المجتمع. لا بس انت منطلق من نظره تحريم كده يا استاذ محمد. يعني عندك تحريم ليه؟ انه انك تشتغل او يبقى في عنصر نسائي عندك في العمل الفني. ما انا بشتغل وانا بشتغل. لا الكلام اللي انت بتقوله، انت بتقول ايه؟ ربنا ينجيني من ده. ايوه انك شايف ان ده حرام وربنا ينجيك منه. هو ده اللي انا بقول لك عليه عشان تجيب سيره ان انا ما برضاش باللبس العادي اللي بيطلعوا بيه ده. لا فول بتاعه ولا الستر مش عارف ايه ده اللي اقدر عليه. انما حتى لو قلت اربطي حاجه هنا تقول لك طب سيبها مع السلامه بقى. ما عندهمش هم ده. هم كلهم مقتنعين النسوان دي كلها بتاعت السينما مش عارف تتكلم. هتقول لك يا راجل ده متخلف ده. هي فاكره انها ست هانم وست الكل وست الزفت الله. طب ما في ناس في الاخر فائت ربنا عاوزهم يفوقوا. يعني مديح حمدي دي مديحة كامل. مديحة كامل الله يرحمها. مديحة حمدي ولا مديحة ايه؟ مديحة كامل. ومديحة حمدي كانت تمثل بالحجاب يعني من لا لا انا بتكلم على البنت الحلوة مديحة. مديحة كامل ما اعتزلت. اعتزلت قبل وفاتها اعتزلت وكانت حلوة. مش اعتزلت عشان كبرت وبعد شادي. اعتزلت هناء ثروت. اعتزلت على ايد انا. كنا رحنا الاثنين انا وهي للشعراوي والشعراوي برضو قال لها ما معناه يعني حرام. طلعت من عنده سابتني بس انت كملت. وانا بعمل ايه بقى؟ ما كنت اعتزل. ما دي اللي بقول لك ربنا يقويني. بس القرار مش قرار يلا اعمل قرار. بس انت كلامك خطير يا استاذ محمد. هتغذي كده الكلام عند البعض ان الفن حرام. ما الفن لا مش بقولش الفن حرام.
الجيد منه انا بقول لك جيد والرديء لا 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 آه. الحاجه بتاعت ربنا دي لا فيها لا فيها رديء ولا جيد لان ربنا يا اخي بقول لك وانت في الشارع غض الطرف يعني ايه غض الطرف غض النظر يعني في يعني لو البصر. واحده ماشي ما تبحلقش ما انت بقى جاي مصر قاعد بتبحلق هنا كله فخ يا سلام لو لا والله يعني انت الممثلات على المسرح هو في مسرح والسينما انيل بس يعني بس في انت عشان تتكلم عن ده المحترم فيهم المسرح ده مش هتقعد تعزينك في المسرح كتير انما التانيه بقى اللي حافوا السرير ما في ولو ما عملش كده المنتج يقول لي يا ستي ما تعملي شويه كده انت مغطيه نفسك ليه يا راجل يا راجل شويه تحبيش الناس تدخل وبتاع وعشان الشباك يشتغل ما الشباك هيشتغل فين الشباك بقى اللي في القبر هيشتغل عليه حساب التاني ده يعني في حساب تاني يعني ده حساب تاني ده حساب كبير وهو الحساب الاهم بس انا كده حاسس ان انا انت شايف انه لا في جزء كبير من الفن حرام ما انا بقى برضو ما غير الستات بقى للتناول اللي بقول لك اصل احنا عندنا مجتمع يعني ايه يعني ما هو عندنا كذا نجيب ده علشان الناس تتعظ ومش هتتعظ ايه ده بتعمل حاجات دي وتيجي في الاخر تقول ده انتصر على طب ما طول الفيلم ودي الشعراوي قالها قال لك ما طول الفيلم عمال يعمل هزيره 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 وجاي في الاخر يقول لي عشان نتعظ ده انت الناس راحت منك نتعظ مين؟ ما هو ما تيجي تعقلها بالجد انما بيخش فيها بقى المكسب والفلوس والناس هتيجي ولا مش هتيجي لما تلاقي ما فيهاش بنتين وتك تك تك وتك يا راجل يا راجل انا كان عندنا الكلام ده طيب يعني انت يعني بتفكر انه يبقى عندك بس كل اللي بيمثله رجال بس عايز حد يكتب ده يعني يعمل يقدم لك ورق كتابه ما فيش فيها العنصر النسائي مش هتلاقي لانه الحياه قائمه على على كده انه في في المراه بكل اشكالها وصورها وفي الرجل ما هو ده انت بتتكلم من خلال الحياه انا ما بتكلمش في الحياه دلوقتي بس هيطلع البعض يقول لك محمد نجم ماله تحول الى عضو في تنظيم داعش ليه وفين هي برضو فين هي يعني هيعتبر انه ده افكار متزمته متطرفه لا 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 مش متزمته داعشيه ما هو داعشيه يبقى انا ما اشتغلش خالص انما بشتغل بنوع معين يعني ما خليها لابسه لبس محتشم يبقى ده داعش لا مش داعش ده قيمه انما انا ما خليها تيجي تشتغل معايا لو كنت محتاج لصدرها تبين منه جزء او رجليها تبقى لغايه هنا يبقى بقى مش لازم داعش يبقى ما اشتغلهاش خالص لو اسيبها تعمل ده كله انت بتشوف انت مسؤول عن ده انت طبعا. مسؤول عن لبسها وعن اقل الاضرار انما ما 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 تسرش المتفرج انا مش عاوز المتفرج يصار من الانثى دي والمتفرج ممكن يصار مش جايز العيب في المتفرج انه اللي بيفكر في المراه انها وعاء جنسي هو اللي دماغه فيها ما هو دي هتلاقي 10 20 دماغ ربنا ما قالش بقى ايه اقل من 20 دماغ ماشي ومال انا مال انما انا عليا انا اللي بقدم انا اللي بقدم الحاجه دي يبقى اعملها في المعقول عشان لا اثير ما في خياله او يشتهي هيبقى قاعد هيشتهي ما يشوف الحاجات دي في السينما او المسرح لا هو الاسراف في الزياده فيها انا بكلمك عن الزياده فيها هتلاقي المجتمع كله ضدها اللي هو فكره الاباحيه والاسفاف
واستخدام جسد المرأة أيوة علشان طيب. تجذب الناس. ايوه لو انت بتلاقي اي فيلم من اياهم دول الا اغنية وبنات ما هو انت بتلاقي غير كده. انت بتلاقي الاول كان بيجيبوا الافلام مشهد مثلا لمحمود المليجي ومش عارف مين مشهد لقطه لقطه مش عارف مين لقطه انما هنا كله على ايام العيد المبارك افلام العيد لا ما احنا مش عاوزين. طب بس بتنجح يعني انت بتتكلم عن محمد رمضان من شويه طب ما هو بيحقق نجاح والمنتج يقول لك ده يا سيدي ما يحقق دجاجه تبيض ذهبا ليه يا حبيب بيض ذهبا هو في القبر هيبيض مصيبه سودة عليه وانت يا محمد رمضان ده ايه الفرق هو ممثل كويس وشخصيه كويسه بس انا ارجو الا يستدرج نفسه لأفلام كتير فيها عنف وفيها مش عارف ايه وبتاع يعني ايه الفرق بينه وبين احمد زكي ايه الفرق بينه احمد زكي مبدع كبير تنوع وحتى ما بيعمل حاجات دي بيعملها صح مش طول الفيلم يضرب ويعمل وبتاع وتعبت ايه مفيش كلام ده هو يقول لك ده بيقلد احمد زكي هي الناس كتير تقول لك بيقلد احمد زكي انما هو ممثل كويس فبتقول له ابعد عن نمط البلطجي ده اللي الناس في الاخر تقول لك يا راجل بقى وكله ضرب ومش عارف ايه انما انت ممثل كويس وممكن تبقى قيمه كويسه فما تضيعش نفسك طيب كل الممثلات بتقتنع باللي انت بتقوله ولا بعضهن تقول لك لا طالما انت بتتكلم كده انا مش هشتغل معاك لا لا, لا 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 كلهن تقتنعنا كلهن ما بيقتنعنا اصل كلهن عباره عن قميص نوم وحطاه في الشنطه وبتعمل مشاهد هنا في الفيلم ده والفيلم ده والفيلم ده طب انا اقول لك حاجه لما هو يعني مش حكايه انها حلوه او الجنس او بتاع ما عندك مثلا سناء جميل مين يحصلها في التمثيل يعني من العيب ان نقارنها باحد يعني لا ده عيب دلوقتي يعني سناء جميل دي ما خدتش ولا فيلم بطوله لا هنبص على ايه بقى الفستان بتاعها مش حلو واللي هيظهر منه مش حلو انما واحدة لسه بتاكل ده اغلب الممثلات دول بتوع اعلانات كنا بنشوف الاعلانات دلوقتي وفجأة بقوا ابطال سينما هي ما تجيب لي فيلم هات لي فيلم من الافلام دي ما يكونش فيها ست عاملة الكلام ده الله اصلا هو اتكلمنا السكة هتقف خالص هتقف تماما انت هنا لو الناس حت بعد كده انت بتتكلم عن انه القواعد اللي انت بتقول عليها دي في 80-90% من الوسط هيقول ما ينفعش اشتغل مع محمد نجم كده طبعا يقول لك ده وبطل وبطلة ازاي يبقى من غير بطلة ماليش دعوة بقى انا وانا مش عاملها كده انا مش عامل كده انا عامل مسرح فيه عنصر نسائي وبتاع بس ما فيش عندي الخلاعة اللي موجودة ما عنديش ما فيش الخلاعة انت ضد الخلاعة واستخدام العنصر النسائي للجذب طيب هناخد اتصالات من بعض المشاهدين وهسألك بقى في خليني انا في وجهت وانا بشوف بعض ما كتب يعني المنتج الكبير واحد اهم صناع النجوم يعني الاستاذ سمير خفاجي كاتب انه اقنع سعاد حسني في يوم من الايام انها تمثل على المسرح وده طبعا كان صعب لانه سعاد حوت سينما يعني فاقنعها بالنص كمان ووافقت عليه
وبعدين قالت له قال لها تحبي مين اللي يمثل قدامك؟ هو كان عايز عادل امام، هي قالت له لا انا عايزه محمد نجم. اه وبلغت بالواقع دي يعني انه يعني سعاد حسني عايزه محمد نجم. ايوه بلغني انا الصبح بدري صحفي بس ناسي اسمه صحفي كبير يعني. اه وعم يفرح لي بقى انت عارف. أيوة يا عم. مين عاوزك تمثل معاها بطل قدامها؟ قلت له يا عم احنا الصبح وانا نايم في ايه؟ قال لي اقف بس اصل صحصح كده وفهمني ده سعاد حسني. قلت له يا راجل سعاد حسني تطلب محمد نجم؟ قال لي والله العظيم حصل كذا وكذا وكذا. قلت له الله يبارك لها الله يبارك لها. اه ومبسوط سعدت بده؟ سعدت للتقدير بس انها نجمه وقتها كانت خطيره وتقول محمد نجم يبقى قطعا في حاجه. يعني هقول ايه؟ اكيد شايف. طيب النجوم الجدد يعني وبوضوح انا عندي في مجموعه من النجوم الجدد، عندي محمد هنيدي، عندي محمد سعد، عندي في الواد اسمه احمد حلمي. ايوه احمد حلمي. في اشرف عبد الباقي. اشرف حباي. في احمد ادم. لا ليش معنى عند احمد ادم؟ لا ده لانه بيقلد احمد ادم. اه بيقلدني خالص. بيقلدك؟ ايوه. يعني احمد ادم بيقلد محمد نجم؟ ايوه. وبوضوح بيقلده مباشر. آه. مش عارف ايه وبتاع ولا لا من زمان. وبعدين هو انا كنت في الاول بقول ده دمه خفيف ما يضيعش نفسه بقى يعني في الفتره اللي كان المسرحيات ما بتزعقش لسه 28 مسرحيه فكان بقى مين بقى عارف محمد نجم. فهي لما جت بقت زاعت في موجة كوميدي ومش عارف ايه اتكشف بقى. فانا ما بقولوش غير انك اعمل شخصية ليك انك انت دمك خفيف. هو احمد ادم طاقة كوميدية يعني. اه. فما تجيش بقى تعمل حاجات انا عملتها ومش عارف ايه عشان الناس ابتدت تقول الله ده فعلا ده نجم كان عاملها قبل كده باللي شافه بقى حاجته واتذاعت الحاجات دي. بس انا بقى ما لولا ان انت بتقول لي مش عارف مين ما. طيب محمد سعد البعض شايف انه وقع في فخ النمطيه، الشخصيه الواحده اللي مش عايزه تتغير، انت تنصحه بالتغيير ولا شايف لا شايف ايه؟ محمد سعد انا بحبه جدا و الناس ما انصرفتش عنه عشان عمل دي زيها وزي لا. طب ما اسماعيل ياسين قلت لك انا اسلوب واحد لغايه لما مات اسماعيل ياسين. اه مش عارف ايه وبتاع اه مش عارف ايه لغايه لما مات وما تيجي افلامه بنتفرج عليه. انما هو المطلوب منه يثبت على اللي هو بيعمله ده بس في موضوع يستحمل ده يعني الشخصية تستحمل انه يعمل ده. محمد هنيدي. محمد هنيدي ماشي كويس. اه. ماشي كويس. لكن لو حد فيهم قال لك تعالى اشتغل معايا بس دور تاني ما يعني بغض النظر عن مين يعني. اه. هترفض. لا ارفض ايه؟ ارفض ان انا اعمل كده؟ اه. لا. هديله بالجزم. الله العظيم يعني مش حكاية بقى تقول اه او لا يعني ما بعد ذلك هو آه هو الاخطر يعني. اه يتحمل رد فعلي. انا عارف. اه يعني كده حتى الناس هتخاف كده ما حدش هيقول لك فانت بتغلق الابواب يعني. اه هو حد يجي اللي انت شايف ان انت يعني كنت نجما قبلهم يعني وبالتالي عيب ان حد فيهم يجي يقول لك تعالى. اه طيب ما عملتهاش انا ليه؟ ما قلتهاش انا ليه؟ وجيت مثلا على عادل ما قلت له تعالى اعمل معايا دور ومش عارف ايه تعالى اعمل ايه؟ ما ينفعش.
لان يعني هم مش عايشين في الدنيا. طيب هاخد بعض التليفونات. استاذة دعاء من سلطنة عمان. استاذة دعاء اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. انا طبعا سعيدة جدا ان انا كلمتكم النهاردة، وكنت حابة اتكلم في موضوع مهم. كنت حابة اتكلم عن موضوع السينما، السينما في مصر. عايز اقول لحضرتك بس حاجة، لازم بجد كل المخرجين يسمعوني، ان في الخليج انا طبعا انا مصرية طبعا قاعدة في سلطنة عمان. ان احنا في الخليج مفضوحين بسبب الافلام اللي بتتعرض، ان احنا عندنا فقر وعندنا جوع، والرقص اللي بيجي والخلع اللي بيجي والحاجات دي كلها. فيعني انا في يوم من الايام رحت مع الكفيلة بتاعتي سينما، فروحنا فيلم. بعد الفيلم بتسألني سؤال، بتقولي انتوا فعلا في عندكم فقر وجوع والحاجات دي والعشوائيات والحاجات دي كلها؟ رديت عليها قلت لها لا، ده مبالغين بس في الافلام، يعني مستحيل يعني في حاجات زي كده عندنا في مصر، لازم عشان الفيلم ينجح بيعملوا كده. فقالت لي يعني ده مش حقيقه. قلت لها لا 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 مش حقيقه. حاجه تانية كمان كنت عايزه اتكلم لا فيها. يعني عايزه اتوقف عند، معقوله الى هذا الحد انت بتقولي ان انتوا بتعانوا في الغربه من انه الافلام المصريه تسيء لسمعة المصريين، فده بينعكس عليكم سلبا؟ يعني لانه لما بنسأل صناع السينما كده لا، هو مش حاسس بده باللي انت بتقوليه، وبيقول انا باخد من الواقع. ايوه في فيلم لا، هو بيحصل طبعا عندنا هنا، ان كل الناس بتقعد تسألنا هو ده حقيقة، ده بيحصل عندكم، هو العشوائيات اللي موجودة دي موجودة فعلا عندكم يعني، وفي فقر كده عندكم، احنا مفضوحين. مش هي دي مصر، مش هي دي السينما المصرية بتاعت زمان ايام يعني انت موافقة كده على كلام الاستاذ محمد نجم؟ الاستاذ محمد نجم قاعد معايا يعني ربما اتجاهه. طبعا انا موافقة طبعا معايا طبعا على الكلام، لاني انا زعلانة جدا يا استاذ وائل من اللي بيحصل. يعني انا واحدة مصرية ادخل سينما اتفرج على فيلم، الاقي واحدة مش عايزة اقول جنسيتها ايه، بس الاقي واحدة داخلة الفيلم تتفرج بس على المقطع اللي رقصت فيه صافيناز وطلعت، هي مش عايزة تتفرج على فيلم، هي عايزة تتفرج على راقصة. داخلة تشوف الرقصة يعني. داخلة تشوف صافيناز بترقص الفيلم تتح بس. داخلة جايبة بوب كورني معاها وداخلة تتفرج على الفيلم. اتفرجت بس على المقطع صافيناز لما رقصت، واول ما صافيناز خلصت رقص راحت طلعة. يعني هي داخلة تتفرج بس على مقطع الرقص. طيب عموما رسالتك، انا زعلانة جدا على اللي بيحصل، لاني مش يعني كلهم بيقولوا علينا هنا ان احنا بلد الراقصات. هي كانت مستنية مش الرقصة، كان مستنيها الفستان بتاعها، هي مسلفاه للبنت ترقص بيه، فما خلصت خدت الفستان بتاعها ومشي. مفضوحين يا استاذ محمد والله. حضرتك لو تيجي هنا سلطنة عمان وتشوف اللي هم بيقولوا علينا ايه، بجد هتزعل، هتقول مش هو ده التاريخ اللي حضرتك عملته واللي زيك عمله، زي الاستاذ احمد بدير وزي الاستاذ الله يرحمه نور الشريف وفؤاد المهندس، دول ابطال. واحمد زكي يعني الناس دي كلها يعني عملت افلام تتكتب في التاريخ، لكن ايه التاريخ اللي بيتكتب دلوقتي ده؟ دي مش افلام تتعرض على الـ على الـ على الاطفال وتتعرض على الملأ كده في السعوديه وفي الخليج، يعني هي دي. بتوجه لك استاذه دعاء بالشكر، الف شكر. استاذ خالد من الفيوم. استاذ خالد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ وائل، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. والله انا بحيي الاستاذ نجم، انا من الفيوم وهو يمكن يتذكرني، انا اسمي خالد، اشتغلت مع الاستاذ محمد نجم، هو انسان طيب كتير كتير جدا 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 والله، عن قرب هو انسان طيب. الشيء الثاني هو فنان قدير قدير، كوميديان عظيم جدا بجد والله، واتحدى اي فنان كوميدي يؤدي اللي بيؤديه الاستاذ محمد نجم. ده شيء. الشيء الثاني هو بيتكلم عن موضوع السينما، هو صح يا فندم، هو صح. اولا صعب دلوقتي، هو بيدور على الناس اللي بتشتغل معاه زي سعاد مصر، زي هالة فاخر، الناس اللي بتأدي باحترام وبتأدي رساله وبتأدي، انما اللي طاف بمايوه او تظهر في مشهد مش كويس هو ده اللي بيسيء لسمعتنا فعلا. فبالتالي ده في ناس بتتكلم تقول لك انت راجل فلاح، انت رضعي، انت متخلف. طب اتحدى، هل ينفع بطل يجيب بنته
تعمل معاه دور الحبيبه ويقبلها في شفايفها، هل ينفع؟ لو ده مش حرام خلاص الممثل يجيب بنته وتحضر معاه وتعمل معاه مشهد ويقبلها وتبقى ده حصل بس بدون اسماء يا احمد. ده حصل يعني ده حصل يعني ما اشوفش انا بس بدون اسماء. لا انا مش يعني هل يجوز هل ينفع انت بتقول هل ينفع يعني في ممثل يجيب بنته وتمثل معاه وتبقى هي حبيبته في الفيلم وتقعد قدامه اريانه وياخدها في حضنه ويقبلها زي ما بنشوف كده؟ طيب استاذ خالد الف شكر. استاذ حازم من القاهره. استاذ حازم اتفضل. عليكم مساء الخير يا استاذ وائل. مساء الخير اتفضل. وبمس على النجم الكبير استاذ محمد نجم، ويعني مش عارف هو اولا مش عارف اقول لك هو مقصر معانا في اعماله، لان احنا الجيل بتاعه على فكره انا عندي 51 سنه وبعده قدام التلفزيون وانا مدمن شاشه نعم مدمن يا استاذ وائل تلفزيون. بس عايز اقول لك حاجه، يعني النجم بسم الله ما شاء الله عليه في كلامه، ربنا يجعل قبره منور زي وشه، يعني ربنا يجعل قبره منور زي وشه. يعني انا ببقى قاعد مع عيالي بتفرج يا استاذ وائل على افلام وعلى مسلسلات، انا ببقى في نص هدومي يا استاذ وائل انا ببقى في نص هدومي وانا بتفرج على حاجه زي كده، ببقى بنتي قاعده عروسه على وش جواز في جامعه، بقلب وشي على الناحيه الثانيه يا استاذ وائل واقول لابني اقلب بسرعه. مشاهد يا استاذ وائل فيها يا استاذ وائل. خلي بالك ان انت ما تقدرش تقعد قدام بنتك بنص هدومك. يا نجم انا مش عايز اقول لك، انا لما بقعد بشورت في بيتي عفوا يعني انا مش دقه قديمه زي ما بيقولوا. ايوه هم دلوقتي بيقولوها دقه قديمه، ما انت قلتها يا نجم. خدت بال حضرتك، انا لما بقعد بشورت ببقى مكسوف وعيالي بيتي خلاص، فما بالك بالافلام وعفوا سوري في اللفظ يا استاذ وائل الصدر وال يعني يا ريت تيجي على الصدر بس يا بيه، يا ريت تيجي على الصدر بس، يعني انا مش عارف نفس الزمن الجميل ده يا بيه لما بيجي فيلم ابيض واسود يا استاذ وائل عشان ما اطولش على حضرتك، انا بابا اتمنى اقعد قدام الابيض واسود ده، اقسم بالله يا استاذ وائل لو الفيلم جه كل يوم يوميا بكأن بسمعه لاول مره، فيلم قديم من طيب. الستينات والسبعينات. بتوجه لك بالشكر استاذ سامي من العمريه. استاذ سامي اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. اولا يا استاذ وائل تحياتي لحضرتك وتحياتي للفنان محمد ند، بس يا استاذ وائل انت عارف حضرتك ان القناه بتاعتك دي هو المتنفس الوحيد لنا، وانا بتصل على حضرتك من امبارح مش عارف اوصل لك. استاذ وائل قبل ما اقول رايي في الحلقه، احنا بنعيش ماساه في مدينه النبريه وعثمان بن عفان وكاره السلام بشمال التحرير ومركز تدريب كره، انا يا استاذ وائل بقالنا ثلاث ايام بنشرب ميه صرف صحي يا استاذ وائل وبنجيب ميه معدنيه وما حدش سائل فينا يا استاذ وائل، ثلاث ايام كرتونه الميه المعدنيه وصلت ل 100 جنيه يا استاذ وائل، ومعانا اطفال ومش عارف نناشد رئيس الوزراء باي طريقه نقول له احنا في النبريه وعثمان بن عفان ومركز تدريب وقريه السلام بشمال التحرير بنعيش ماساه، واكثر من 80 قريه يا استاذ وائل احنا فين من كده مش عارف. بقالكم كام يوم في الحاله دي؟ حضرتك النهارده ثالث يوم، والجهاز في مدينه النبريه بيلف بعربيه ويقول اهالي النبريه الكرام محدش يشرب من ميه الشرب لانها مغوصه في ميه الصرف، ومفيش حد يا استاذ وائل سائل فينا، حضرتك بنقول لك بنجيبوا جزائر ميه معدنيه الكرتونه ب 25 جنيه ثمنها وصل ل 100 جنيه يا استاذ وائل. هنوصل صوتك وهنبعت لكم ان شاء الله الكاميرا غدا يعني. الاستاذ سامي الف شكر. استاذ عبد الفتاح. استاذ عبد الفتاح اتفضل. مساء الخير يا حبيب مصر. مساء الخير اتفضل. ازي حضرتك يا استاذ وائل وحشني. انا كنت مشارك معاك من فتره من الشتاء اللي فاتت لو تذكرني. طبعا. ازي حضرتك، انت اعلامي مميز ومتميز وتمتاز بالموضوعيه وكلنا بنحبك اجمع، انت حبيب مصر جميعا. الله يخليك. الاول بقى نحيي الاستاذ محمد نجم الفنان المحترم اللي ليه بصمه وليه كاريزما معينه، كانت مسرحياته لما بتتذاع التلفزيون الابيض والاسود في الاول الشارع كله يبقى فاضي ننتظره لان هو مصري
منا وعلينا، تحس كده ان انت بتشاهد واحد قريب منك مش بيمثل، ده هو بينقل لك شيء بتعيشه. ويعني انا لا انسى له مسرحيه اللي هي بتاعت شفيق يا راجل دي، والله كنا نزخزخ زي ما يقولوا بالبلدي، نزخزخ من الضحك في بيوتنا، وضحك هادف وراجل محترم. فانا بحيي الاستاذ نجم، ورب يديله الصحه ويرجع ينور المسارح من تاني. وانت اعلامي مميز ومتميز يا استاذ وائل، واتمنى اشارك معاك كتير وكتير وكتير. شكرا، الف الف شكر. استاذ محمد من المنوفيه، استاذ محمد اتفضل. الو استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك. انا لي الشرف اولا ان اتعرف بحضرتك. الله يخليك. محمد ابو العلم من ويسلا، مدير عام في التربيه والتعليم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. الاستاذ نجم، الوجه الجميل والصوت المميز، والاستاذ نجم النجم فعلا. هاخد سعيد ان انا بشوف قدامي على الشاشه هذه الوجوه اللي علمتنا ايه مسرح، ايه فن، ازاي نضحك من قلبنا، ازاي يصنع الضحكه ويهمس جوه قلبي بضحكته بشكله بكلمته مش بحركاته بلبسه والكلام ده. هرجع بالاستاذ نجم معايا لأربعين سنه ورا، بس يا ريت يفتكر، هو لا يعرفني ولا انا اعرفه. ولكن الاستاذ محمد نجم في الستينات، اخر الستينات، ما اعرفش هو طالب لسه او كان ايه، كانوا مجموعه شباب، هو ومعاه مجموعه شباب جم عندنا المنوفيه في مدينه اويسلا، مش عارف هو هيفتكر دي ولا لا، وكان عاملين مسرحيه وهم اول ناس يعلمونا المسرح. شوف شوف الجمال، انه ينقل لي المسرح للقريه للمدينه. فجالي وعملوا مسرح في مدرسه الصنايع في اويسلا على المسرح، انا فاكر، وكانوا عاملين لها اجر رمزي، هو مجموعه شباب. كلام ده يا استاذ نجم 68 69. شوف حضرتك كان عندك كم سنه في الوقت، كنت شاب، كنت شاب. انت فاكر ده يا استاذ محمد في المنوفيه بيقول؟ ايوه لازم الذاكره. واستضفته عندي في البيت هو مجموعه، لان احنا كنا شباب كلنا يعني، واتفرجنا على المسرحيه حضرتك واحنا شباب لا نتجاوز العشرين سنه. ان شاء الله يعود المسرح تاني ان شاء الله. بتوجه لك بالشكر. استاذ علية من الاسكندريه، استاذ علية اتفضلي يا فندم. استاذ وائل ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا اتفضلي. ربنا يكرمك يا رب، ومساء الخير على الاستاذ نجم. انا كنت بس يعني انا مع الاستاذه هي في عمان في رايها انه فعلا ده ضغط العرب لنا، او لان انا سنه 90 في المدينه وكنت ما بتحسب عند سعوديين، فكنت بلاقيه بحط شرايط فيديو عيد ميلاد الممثل الفلاني، عيد ميلاد كذا، واخد بالك ازاي؟ والافلام بتاعتنا تكسف، يعني والله تكسف. هل احنا في جمهوريه مصر العربيه، هل هذا الفقر، هل انا عشان يعني الحاجه للماده تخليني انحرف؟ لا، يعني عندهم فكره عن افلامنا صعبه جدا، وللاسف لحد دلوقتي انا طبعا مش ضد صدقي ولا حاجه، بس افلام كلها رقص وحاجات ملهاش لازمه خالص، يعني محدش بيفكر. انا عندي احفاد دلوقتي مش متخيله ممكن يشغلوهم افلام دلوقتي، مش متخيله ان الافلام دي تمشي دلوقتي. بس انا حاسه الحقيقه يعني في الوقت الراهن ابتدت الاعلانات تقل شويه، يا رب كده، على يا رب كده في الوقت بتاع الريس السيسي ان الدنيا تتعب ان شاء الله. استاذه يعني فاطمه من الجيزه. استاذه فاطمه اتفضلي. فن كم استاذة فاطمة اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازاي صحتك يا استاذ وائل؟ اهلا بيكي، اهلا وسهلا. والله احنا بنحترم، ربنا يبارك لك. الله يخلي حضرتك، الله يخليك. وبحترم كل البرامج اللي انت بتحضرتك بتجيبها وهادفة. الله يخليكي الف شكر. فأنا عايزة أقول لحضرتك حاجة، دريد لحان هو ممثل سوري. تعرف حضرتك اول ما نزل مصر، والله والله هو قال كده، قال كنت فاكر ان كل بيت في مصر بيته جنبه رقاصه، بيته بالنص ده اللي انا بقوله لحضرتك. فانا بايد استاذ نجم على الكلام. لا قال ايه؟ لا انا ما سمعتش حضرتك. الاستاذ دريد لحام قال ايه؟
اه والله جه في برنامج بس ده من كام سنه يعني، ده بقاله مده، انا عندي 60 سنه حضرتك، ربنا يديلك يعني الناس. لو تشوف والله كنت حزينه من كان، انا عشت بره في الخليج حقيقي. انا بايد الانسه اللي اتكلمت على الموضوع ده، فعلا من الافلام بتاعتنا يعني مشوهين مصر بطريقه تحزن. يعني انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، المسرحيات بتاع زمان فين عادل خير الله يرحمه وماري منيب وابو بكر عزت؟ المسرحيات المحترمه دي فين؟ طب ما هي كانت بيضحكوا وكانوا الجمهور مبسوط، يعني مش لازم الفضائح اللي بتحصل دلوقتي. بتوجه لك بالشكر، الف شكر. طيب تليفون استاذ عصام من الاسكندريه، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك. انا بسلم بس على الاستاذ الفاضل حبيب قلبي. الو؟ اه سامعك، اتفضل. لا وطي التلفزيون. الاستاذ محمد نجم. الو؟ ايوه سامعك. اه هو سامعك، وطي التلفزيون بس. استاذ محمد نجم الراجل الطيب الانسان الشهم اللي هو بياكل لقمته بالحلال، وانا شغال معاه بقالي 20 سنه. صام النضاره يا استاذ محمد، بمسي عليك وانت منور الشاشه وربنا يديك الصحه يا رب. الله يخليك يا عصام، الله يخليك يا حبيب، يا احسن راجل واحسن ممثل واحسن واحد على وجه الارض. الله يخليك يا حبيب، احنا يكفى ان احنا شفنا العز معاك في كل حته. الله يخليك. انا بكلمه الشهاده مجروحه عشان الاستاذ محمد بيتكلم في الكلام الصح. انا كنت مره معاه في ليبيا ولغى حوالي بتاع اكتر من 6 عروض مسرحيه عشان كان في واحد من الليبيين حب يغتت على واحده ممثله، فرفض ان هو قال لي خلي الناس دي كلها الشنط بتاعتهم بيطلعوا المطار، ولغى جميع العروض عشان خاطر ان هو لو حد غريب حب يغتت على اي ممثله ما كانش بيقبل بالحاجات دي كلها. فطول عمرنا الحمد لله بناكل بالحلال معاه، طلعنا السعوديه اشتغلنا مسرحيات كلها رجال بتاع اكتر من 80 عرض في السعوديه في مهرجان جده وهلا غيره والكلام ده كله، طلعنا سلطنه عمان اشتغلنا ورحبوا بينا، رحنا الدنمارك، رحنا ايطاليا بتاع ده لبنان، فالحمد لله يعني الحمد لله ربنا يوفق. الف شكر. استاذ تليفون اخير، استاذ محمد. استاذ محمد اتفضل. استاذ محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. والله يا استاذ انا اللي بحبك جدا جدا جدا. الله يخليك. حاجه اسمها وائل الابراشي انا ومراتي، يعني الله يخليك. الله يخليك. اربعه وعايزينك تكثر من حكايه الناس دي بقى، يعني الاستاذ محمد نجم ده راجل محترم، هو والاستاذ محمد صبحي فعلا بيقدموا فن هادف، فن كويس. وانا مع البنت اللي اتكلمت من سلطنه عمان ديت، فعلا انا عشت في الامارات ابو ظبي حوالي 35 سنه، احنا مفضوحين. معقوله الى هذا الحد افلامنا بتعكس رؤيه البعض لينا؟ يعني انه اسرائيل هو انتوا كده؟ الولد اللي مات في الكويت دوت واللي بيتضرب في الاردن دوت ناتج من ايه؟ من الافلام اللي بتصور ان المصري دوت ملوش كرامه. حقيقي هو ده ناتج منها. فمش عارف يعني، انا المخرجين دولت بيشوفوا الكلام دوت وبيسمعوه وبتاع، وزي ما قال الاستاذ محمد نجم العمليه المكسب مادي. مكسب مادي هو اللي خلانا وصلنا للمستوى اللي احنا فيه دوت. بتوجه لك بالشكر، الف شكر. استاذ محمد عندي سؤال. استاذه صفاء بتقول اشتركت ليه في برامج مقالب رغم انها تقلل من قيمه الفنان؟ يعني بتقول انت فنان كبير، ليه وافقت على برنامج مقالب تكون ضيفا فيه يعني، ويعملوا فيك مقلب اللي هو برنامج رامز بس مش السنه دي، السنه اللي فاتت اعتقد. ايوه ما ده انا قلت ان ضحكوا عليا وقالوا ان احنا بنقدم حاجه للسياحه ومش عارف ايه، ما جابوش صيغه ابدا باللي هيحصل. ولذلك لما وقعت بالحكايه دي ما لا ترعبت ولا عيطت ولا لغايه ما طلعت، فرامز بيقول لي ان انت اعصابك جامده، قلت له اعصابي
احسن من اعصابك. ايه في ايه يعني؟ انا كنت بدالد البتاع اللي انتوا قفلتوه علينا ده، الهوا قل. انما انا ما فيش حاجه ولا، وحتى لو ده مقلب مقلب سخيف ما عمليش حاجه. انا انت تجيب بقى الناس اللي تعيط واللي تضربك وبتاع، انا ما بعملش الكلام ده. طيب لكن انت ضدها لان البعض بيعتقد ان برامج المقالب هي منهج كوميدي او جزء من الفن الكوميدي يعني. لا لا، انا في رايي زي ما قلت لك في الاخر، انا ما اجيبش برنامج اقول له بص بص ان احنا اهو وكل شاتمين بعض وضاربين بعض وحاجه وحشه جدا. مش ما هو العيب مش عليهم، العيب على اللي بيوافق ان هذا النمط يطلع في التلفزيون. وانا اؤكد لك بقى، اغلب اللي بيعملوا الكلام ده بيمثلوا 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 الكلام ده، مخهم في الظرف اللي هيطلع ياخده. واقول لك يلا تحصل حاجه وبس تنرفزي هنا، انت ما تقوليش كده، انت مش عارف ايه، ها مش عارف ايه، ده الكلام كله والله إيه. وكله تمثيل. تعرف لو ما فيش الظرف والله ما هو جاي والله. طيب معايا شريف نجم. ابنك. طيب هنشوف هيقول ايه راسك. شريف اهلا بيك. ازاي حضرتك يا استاذ وائل، منور الدنيا كلها. الله يخليك يا شريف، عامل ايه؟ كله كويس يا كبير يا استاذ يا عظيم. الله يخليك الله يخليك يا شريف. ما جيتش ليه؟ انا من عشاق حضرتك. الله يخليك، كنا عايزينك تبقى موجود عشان نشوف علاقه الاب بيك ايه بقى يعني. استاذ محمد معاك كويس ولا؟ الحمد لله لو ما كنتش موجود، عشان كنا انا وبابا هنقعد نتخانق على الهواء قدام الناس. ليه بقى؟ مختلف معاه في ايه؟ لا طبعا الاستاذ محمد نجم استاذ كبير ونجم عظيم، وكلنا الاجيال اللي زي متعلمين منه. انا بس مختلف مع بابا في وجهة النظر، انه لما قال لحضرتك ان يعني ايه مدرسة محمد نجم، لا ده اسلوب بس. لا هو طبعا في مدرسة الاستاذ الكبير عادل امام، في مدرسة الاستاذ سمير غانم، في مدرسة محمد نجم، في مدرسة فأنهي شارع المدارس دي؟ طيب ما انا هاجي بس لحضرتك. يعني المدرسة دي في انهي شارع في مصر؟ المدرسة بتاعت محمد نجم بدون ذكر اسماء، في طلبة وصلوا للمرحلة الثانوية وتخرجوا من هذه المدرسة وبقوا على الساحة موجودين، ولسه في طلاب بتدرس في المرحلة الاعدادية حاليا وموجودين برضو على الساحة بدون ذكر اسماء. هي المدرسة يعني بيتعلموا كيفية الاضحاك، ازاي محمد نجم بيمسك الافيه ويقوله ازاي ويرميه ازاي ويعرف يتصرف على المسرح لو حصل حاجه. كل ده هم بيدرسوه بدون ذكر اسماء، هم طبعا دلوقتي نجوم على الساحه وهم بيعترفوا بكده. فطبعا في مدرسه الاستاذ عادل امام، الاستاذ محمد نجم، الاستاذ سمير غانم، الاستاذ محمد صبحي، يعني في مدارس العمالقه بتوع الكوميديا. طب شريف انت ما كم يعني كان لازم تكمل قوي يعني تبقى تدخل في السباق شويه، ولا شايف ان قواعد الوسط بقت مختلفه؟ استاذ وائل حضرتك طبعا سيد العارفين ان في حاجه اسمها شلاليه في الوسط، وانا انا ما بعرفش اروح للمخرج الفلاني اقول له يا ريس نفسي بقى ابقى مع حضرتك في العمل الجاي يا ريس والنبي يا ريس. انا مش متربي على كده يا استاذ وائل، حضرتك عارف ان كل مخرج ليه التيم بتاعه، كل منتج ليه التيم بتاعه، ففي شلاليه في الوسط. فانا الحمد لله الجمهور هو اللي بيحكم على شريف نجم، لا مستني منتج يحكم على شريف نجم ولا مستني مخرج يحكم على شريف نجم. بفضل الله سبحانه وتعالى الجمهور هو اللي بعد، يعني انا كنت مع بابا في مسرحيه البريمو الصيف اللي فات. الناس بيقولوا لبابا ربنا يبارك لك في شريف، دي تكفيني عن مليون منتج. شريف طاقة، خلينا اسال شريف، طاقة كوميدية هايلة ولا انت بتجامله عشان ابنك؟ لا توريث بقى. ها؟
توريث الكوميديا؟ لا لا، اصل هو من هو صغير في المسرح عندي. من هو صغير؟ من هو صغير كان يدخل المصريين ويعمل شاربها من هو صغير. فمعايا العمر كله. فاذا كان من بره الاستاذ وائل بتقلدني يبقى هو بقى شاربني. بس باسلوبه يا شريف انا اتفضل. الاستاذ وائل بابا قصده ان انا عندي موهبه ولا بس علشان ابن محمد نجم فبيبقى. يعني لا 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 لا، ما هو لو محمد نجم بس ما كنتش توصل اللي انت فيه. انت ماشي كويس وبإتقان وبتعمل حاجه كويسه، وديك بتشوف الجمهور بيقول عليك ايه. طب كويس. كنت عاوز اقول لحضرتك حاجه، لما كنتوا بتتكلموا على العنصر النسائي لما بيبقى مشترك، مختلف انت اكيد مع الاستاذ محمد في ده، لانه هل العنصر النسائي استطيع ان انا انزعه من اي عمل فني؟ الحياه نصف المجتمع عنصر نسائي والرجال النصف الاخر يعني. طبعا، بس هو قصد بابا ان في حاجه حضرتك عارفها، ان خير الامور الوسط. يعني ما ينفعش يبقى احنا على المسرح وفي واحده لابسه فوق الركبه ب 18 شبر. فيعني الناس في طبعا شباب قاعده وفي اسر وفي بنات، ما ينفعش يبقى جنبنا البنات لابسه اوفر قوي ولا لابسه طويل قوي قوي. احنا ما بنعرضش في جامع الازهر يعني. خير الامور الوسط، تبقى لابسه زي اي واحده بنت مصريه محترمه. ده لبس البنت المصريه المحترمه اللي هو المحتشم، لا اوفر قوي ولا ناقص قوي. بس هي دي النقطه كلها. شريف، بتوجه لك بالشكر وربنا يوفقك ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، وانا مبسوط قوي قوي ان حضرتك اعلامي كبير وليك ثقل في. الله يخليك. وفي واحد عاوز يسلم على حضرتك. اتفضل. شفيق يا راجل. مين؟ ما هو انا قلت لك يا راجل. هو شريف اللي بيقول لك. ده شريف. انا بقى انت بقى بيجيبها صح. ايوه، ده سبي ساعات ما يعني يكون في اغنيه مسرحيه. كويس ان بابا بيتكلم هادي النهارده، يسجلها. لان هو لو متنرفز كان قال لك بص يا عم وائل الكلام ده واخد بالك. بس الحمد لله. هذا انت شرب تماما، شرب منه يا شريف قوي يعني. ما انا من مدرسه بيقلدك تماما يعني. وان شاء الله ربنا يوفقك يا شريف، والى الامام دايما كده بالتوفيق. ربنا يخليك. الله يخليك. خليني وانا بختم يا استاذ محمد. طيب نبص لقدام يعني. انت شايف انه شايف في كوميديا قائمه على الافيهات التي تصنع وتباع على المقاهي؟ في يعني ده ما اكثر ما يقدم الان يعني بهذا الشكل. شايف سينما الافيهات دي، سينما الافيهات حققت يعني، عملت نقله في الشباك، سواء بقى نجحت فشلت، لكن في كل الاحوال حصل نقله يعني. انا فاكر كان اخر ايراد كبير كان لعادل امام بخيت وعديله 2، كان 7 مليون. بعد كده في فيلم يعني حتى كانوا ما كملوهوش، وهو اسماعيليه رايح جاي، عمل قفزه بعد كده فجاه 25 مليون، 25 مليون مشاهد يعني. بعد كده حصل يعني ما سمي بسينما الافيهات يعني. السينما القائمه على افيهات تباع وتشترى، او افيهات تبنى عليها اعمال فنيه وتقدم على انها كوميديا، تستمر ولا لا تستمر؟ والله انا ما شفتهاش. شفتهاش خالص؟ لا، ما شفتش فيلم فيه افيهات. ده افيهاتي واللي عاملها اساسا تلاقيه لا مؤاخذه غبي. افيهات ايه اللي بيعملها وقاعد على القهوه دي؟ ازاي؟ ده الافيه عباره عن صوره مكتمله.
عشان يطلع منها الافيه. انما الافيه بيطلع منين؟ يطلعوا منين يعني؟ وقعد على قهوه كده قول له نبعت لنا اتنين شاي واتنين قهوه. ايه ما فيش. لا افهد كتابه. انت شايف في بنى كتابه فيطلع طبعا منه ال طبعا طبعا. انما ما تقوليش اما بيع لك خمس ست افيهات تقولهم في الفيلم. لا لا ده ما هو بيبيع لايه؟ لواحد برضه زيه. اللي بيشتري زي ما هو ضعيف زي اللي بيبيع له. زي واحد بنى عماره واحد مفلس سكن له فيها. يا جدعان بس سينما الافيهات افيهات ايه؟ وفي سينما اذا كان عاملين الناس تلبخ في السينما من بره ومن جوه ومن بره بيستنجدوا بيك يقول لك اللي فضحونا. يبقى فين السينما الافيهات والسينما ال فضحونا؟ الواحد مش عاوز يتكلم. كان في سينمات بتنتعش على طبقة معينة من المتفرجين ومش عاوز اقول شغلتهم ايه عشان ما يزعلوش مني. انما كلهم شباب مهني ما يفهمش حاجة. يعني بتشتغل على طبقة معينة من السينما. السينما بقى وعند السينما بكام؟ بكام تذكرة؟ 30 جنيه؟ طيب الفيلم بينزل في كام سينما في جمهورية مصر؟ ما تجمعوا من هنا 2000 ومن هنا 2000 ومن هنا 2000 ما انت هتجيب ملايين. انما المسرح ما بيتشاف مرة واحدة. يعني كل حاجة ليها حاجة. كل حاجة ليها حاجة. أستاذ محمد نجم في كلمة أخيرة عايز الكلام تاني اللي انت قلته فيما يتعلق بتجزئة الفن ده او فيما يتعلق بتحريم اشكال كبيرة من الفن هيثير جدلا. هتتحمل الجدل بتاعه. محمد نجم عايز يلغي العنصر النسائي من السن. محمد نجم عايز يلبس الممثلات اللي هو عايزه. محمد نجم داخل في تحريم الفن اللي انت دخلت فيه قبل كده شوية. البلبلة. ما زلت مصمما على انه بتقول ربنا ينقذني من ده؟ ما لما اقول ربنا ينقذني من ده هو هيسبب لاسباب ليا هيسببها. انما ما اخدش انا القاعده اللي هو محمد نجم قال وسبحان نجم في اللي خلق محمد نجم مش انتوا اللي خلق محمد نجم كلمته ليست قابلة لأن أيوة لا وفيها إيه ما هو كده ده أمور دنيوية ودي اللي ربنا عامل عليها الحساب والعقاب. أمال هيعاقبك على إيه؟ إنك ما بتصليش؟ ما دي لا كذا. إنما السلوكيات يقول لك إنما الدين المعاملة تتكلم إزاي؟ في سر بينك وبين واحد صاحبك بتحتضنه ازاي وما تفضحوش في مش عارف ايه في تدي للفقير في خفاء مش عارف ايه في حاجات كتير جدا ربنا اللي عاملها مش الناس. وانت شايف يعني انه لمن ينتقدوك في ذلك فبتقول انا منهم لربنا انا بدعي بقول لربنا يعني يجعلنا من الناس اللي هم هيبقوا في رضا من ربنا شويه رضا. انما انا بقى اروح وتغريبة خد 2 مليون خد 3 مليون ودخلت في الملايين بقى ايوه وتعمل ايه دي بقى اللي تخليني اخد دور تاني ودور تالت طالما الملايين موجوده قدامي. يعني ممكن واحد يقول لك يعني مش راضي يعمل دور تاني طب هات وانا هديله 5 مليون. ما ال 5 مليون دي ممكن تزعزعني وتشغل فكري. 5 مليون
على يا سيدي اعمله واقول انا ندمت نعمله بس اخد خمسة. اذا برضه الاول والاخير هو الماده اللي بتخلي الواحد. ما في ناس فنانين كبير وبيرضوا بافلام ناس ما لهاش علاقه بالافلام. ليه؟ في فلوس اديله. ينفعش الفلوس هي اللي هي الاساس. حتى المنتج بعد ما بينتج بيدور على قنواته وبتاع عشان يبيع. يعني فلوس برضه. فيش. وانت شايف فنان يجب الا يضعف يعني امام الاغواء طبعًا. والاغراء الماديه. لا. وبعدين مش عاوز بقى اتكلم انا عشان الناس ما تزعلش. المفروض حتى الفنانين يبقى عندهم رحمة في الأجور، مش مجرد ما انه فيلم نجح له كان جاي فيه ب 500,000، تاني فيلم يقول له أنا عاوز 3 مليون، والتاني يقول لك ماشي ما هو جاب قبل كده خد، بعد كده طب في واحد من الناس وصل المسلسل 45 مليون. آه ليه يعني؟ ليه؟ 45 مليون. اه يعني كل حلقه بمليون ونص. انت شايف دي مبالغه شديده ده مبالغه بنت كلب، مش مبالغه شديده. ده ما كان السيسي قايل حاجه قبل كده ما اعرفش اتنفذتش ليه. قال لك المبالغ الكبيره دي بقى نص للفنان ونص للدوله. الله. لا هو ما قالش كده. والله العظيم قال كده لما قال لك انا عن نفسي باخد مش عارف. اه ده بيتكلم عن الحد الاقصى للموظفين في الدوله، يعني اللي هم لانه في قيادات في الدوله كانت بتاخد مبالغ كبيره يعني. بتوصل ل 45 مليون؟ لا. خلاص يبقى ما دام بدي لك مثل صغير حس انت بقى. فاللي بياخد 45 مليون يدي نص للدولة على طول. طبعا طبعا. انما هو عارف انه ما يقول كذا هياخد الكذا. استاذ أجل. محمد نجم الف شكر وكلامك حيثير جدلا بقى. تحمل الهجوم الشيخ محمد نجم، ويبتدي البعض يقول لك نجم تحول الى شيخ و اهلا وسهلا يحرم الفن. انا ما بحرمش الفن، انا بحرم ما يسيء للناس في الفن. يعني انت خدت تليفونات كتيره بيحرموا ده ويقول لك فضحونا وعملونا. انا احنا لو احنا اكتفينا بكده، لان لو لقينا تليفونات اكتر مش هنعرف نتكلم معاك يعني. لا لا لا، ما انا لو لقيت تليفونات على كلام عاوزين يعملوا المبدعين والمبدع وصل الحياه وخدنا من الحياه، انا برفض الرد على الناس دي كلها خالص. جبهة الدفاع عن احيانا عن الاسفاف والبذاءات باسم الابداع، حرية الابداع وحرية التعبير. حرية التعبير ده اسمه ايه بقى؟ لو قلت شفيق يا راجل تطبقها ازاي هنا بقى في الحكاية دي؟ في ايه؟ على ده ماله؟ يا راجل متشكرين على الاستضافة الجميلة دي. ألف شكر يا أستاذ محمد، أمتعتنا الله يخليك. ان شاء الله يعني بالتاكيد يعني سواء الكلام اللي قلته او ما قدمته من اعمال فنيه، وان شاء الله تستمر معانا وتظل صناعه البهجه صناعه مصريه ان شاء الله. بتوجه لك بالشكر الف شكر. الله يخليك يا حبيبي. مشاهدينا غدا هنكون معاكم ان شاء الله في حلقة جديدة. تصبحون على وطن يتغلب دائما على ازماته ومشاكله بالتهكم على هذه الازمات وباطلاق النكات عليها. صناعة البهجة هتظل صناعة مصرية. مش غدا بقى، هنكون معاكم يوم السبت القادم.